السلام عليكم، أنا أحمد هارون، مؤسس مجموعة أرك سبيس ومدرس قسم العمارة بكلية الهندسة الجامعة الحديثة MTI، وأتشرف بإن أنا أدير الندوة النهاردة، وأتشرف بالزملاء الأعزاء اللي حضروا معانا من كل مكان، وعلى رأسهم الزملاء المتحدثين يعني، ويعني دي بداية لسلسلة إن شاء الله يعني خاصة يعني احنا حاطين لها بلان ان هي 3 جلسات 3 ندوات بنناقش فيها التجارب والافكار الخاصة بالشباب والشباب المعماريين والمؤسسات اللي خاضت تجارب او افكار خاصة بالمسابقات المعمارية الطلابية. تمام، وبنبدأ طبعا بجايونير من الناس المبادرين دائما في هذا المجال وفي مجال العمارة والتعليم، الأستاذ أحمد راشد مدير مركز الاستدامة فاروق الباز بالجامعة البريطانية، وأستاذ العمارة بالجامعة البريطانية، وأستاذ العمارة بجامعة المنصورة. ويشرفنا إن هو هيبدأ الجلسة، بس أنا عايز أقول شوية قواعد. إن شاء الله الجلسة هتكون المتحدثين أولاً، كل متحدث دكتور من 10 دقائق ل 20 دقيقة، بعدين هنفتح المناقشة. تمام، اللي عايز من حضراتكم يسأل سؤال في رايز هاند يرفع ايده وانا بسجل، وان شاء الله يعني نستفيد كلنا وتبقى بداية. ونعدكم ان شاء الله الاسبوع القادم مبدئيا كده في مجموعة اخرى من المعماريين والشباب هيدخلوا ويشرحوا تجربتهم، وكلنا نستفيد ونتعلم مع بعض إن شاء الله رب العالمين. والكلمة الآن مع الأستاذ الدكتور أحمد راشد. منورنا يا دكتور أحمد. ربنا يخليك يا دكتور أحمد، وطبعا أنا برحب بكل الناس الأعزاء اللي الواحد يعني بيلتقي بيهم. رمضان كريم للجميع، ومعانا طبعا أساتذة أفاضل. أنا شايف الدكتور ياسر عثمان، وفي شايف أساتذة كبيرة يعني كلها على أعلى مستوى، وشايف شباب وطاقة، وده يمكن الأهم في هذا اللقاء. وفي زملاء أعزاء موجودين برضو في المملكة النهاردة، كان بيتكلم المهندس أشرف عبد الغني. فطبعا الواحد يعني ايه يعني بتمنى ان الواحد هنحاول نبتدي افتتاح هذا الموضوع انه يكون يعني ايه، انا حضرت شويه وبعدين ارتبكت وبعدين قلت طيب انا ما حطيتني انت في مسابقه ان انا اول واحد ابتدي هذا الحوار، لكن ان هو في حد ذاته يكون ايه على مستوى الحدث والحديث والاحداث. ويمكن انا بعد فتره كده من التفكير، يمكن في خلال الساعه ونص اللي هو بعد الفطار، انا ما فطرتش بسرعه، حضرت شوية سلايدز وحطيت فيديو بسرعة عشان أنا كان يهمني فكر الشباب يبان وضعه إيه. فأنا يمكن هشارك المجموعة بالسكرين اللي موجودة معايا، ما أعرفش واضحة كده هو ولا مش موجودة. الشير سكرين واضحة؟ بدأت تظهر. تمام تمام، جميل جدا. طيب أنا هبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إحنا أنا كان العنوان اللي أنا قلته مسابقات وسيناريوهات، ويمكن العالم كله النهاردة عنده تحدي الكورونا، ان هو قاعد دلوقتي بيفكر، مش بيفكر بس موضوع السستينابيلتي كجلوبال تشانس، لكن هو النهارده التشالنجز اللي عنده هنعمل ايه بعد كده. العالم كله اللي احنا عايشين فيه حاطط دلوقتي التحديات بتاعت الامم المتحده 2030، وازاي ان هو هيعاد صياغتها للامور المتعدده اللي كانت موجوده. ويمكن اللي حصل برضو الاسبوع اللي فات ان انا كان عندي لقاء كنت مسميه سيفيلايزيشن ريزيلينس في 5 قارات، بس كان معايا الدكتور محمود محي الدين، وهو يعني حاليا ماسك الملف على مستوى الامم المتحده لموضوع 2030. الارتباك اللي العالم كله فيه قد يكون بالنسبه لنا في بعض الاحيان فايده، وقد يكون بالنسبه لنا لو احنا ما وظفناش الفرصه نوع من انواع الخيابه. دايما الواحد بيقول ان احنا عندنا رياليتي، ممكن بالفيرتشواليتي هيطلع منها نيو رياليتي، ده اللي الواحد كان بيقول فيه في المرحله السابقه. وده اللي الواحد دايما لما بيجي يفكر في موضوع المسابقات، لما انا مثلا انا فيها حوالي 10 مسابقات الواحد تعامل معاها، بس يمكن كانت اول مسابقه هي اللي خلتني غيرت تفكيري في الحياه كلها. كانت مسابقه اسمها جيروسلم، جاست جيروسلم، كانت عن 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 عن, عن السلام والقدس، وكانت عاملاها الام اي تي، وما كانتش الام اي تي بس، كانت معاها 7 دول بيحكموا،
وكانوا بيحاولوا ان هم يسالوا تساؤل لكل التخصصات ولكل العالم اقل من 25 سنه او 35 سنه فاكر، ان هم يحطوا تصورات لشكل القدس بعد 20-30، لا كانوا حاطينها من سنه 2007 ل 2050. ووقتها الشباب اللي دخلوا في هذه 4000 متسابق، دخلوا 4000 فريق من العالم كله، دول ممكن يكونوا النهارده القدس عاصمتها اسرائيل، عاصمه اسرائيل كانت جايه من مسابقات زي دي. مش عايز اقول اكتر من انك انت ممكن بالعلم والبحث العلمي تصل للي مش ممكن هتوصل له باي نوع، لانك انت بتجيش الجيوش وبتحضر الافكار وبتحضر المجتمعات. وعشان كده دايما الواحد لازم نبقى عارفين ان العلم والبحث العلمي والمسابقات والافكار دي ما هياش حاجه عبثيه، ولكن لازم يبقى ليها نوع من انواع، ما هياش جايزه، ما هياش تنافس محدود. لا، انت زي ما بتدي فكره وزي ما بتاخد جايزه انت بتولد افكار تانية لنفسك ولغيرك. هو ده كانت بدايه الفكره اللي الواحد بدا يتعامل معاها، ازاي بيبقى من خلال المسابقات يتولد بني ادم جديد. وعشان كده نعرف ان اليابان قايمه كلها، ولا كوريا، ولا حتى في الصين النهارده، قايمه على ازاي ان البني ادم يبقى عنده هذه القدره انه مش بس بيفكر، لا بيشوف اللي قبله فكر ازاي ويكمل الملفات بتاعته. انا دايما بتكلم على هرم اليابان اللي هو شيموزي بيراميد، اللي هم قالوا عايزين يبتدوا ينفذوه سنه 2110، سنه 2110، يعني قايلين ان هو 100 سنه، بس هو كل يوم تحدي ومسابقات ومشروعات تخرج وافكار ازاي ان هم في الاخر يوصلوا لسستينبل كوميونيتي في طوكيو باي. وشايفينه حل وحاطين في المسابقه بتاعتهم او تسابقهم فيه انهم بيتحدوا الحضاره بتاعت مصر. يقولوا لو حضاره مصر استمرت 5000 سنه، هم عايزين الحضاره بتاعتهم يبقى 55000 سنه. ولو هو في مبنى هرم، هم عاملين هرم حجمه قد 55 مره حجم الهرم. لو حبيتوا تشوفوه مره تبقوا تعرفوا ازاي فكر المسابقات المتراكمه في جميع التخصصات ممكن يبقى مشروعات تخرج ودراسات والى غير ذلك. ده كان معانا بقى نرجع للارض بتاعتنا. احنا عندنا رؤيه 2030. انا حتى النهارده مثلا داخل في مع اللجنه القوميه لصون الطبيعه، وقلت احنا لازم نتكلم على رؤيه ما بعد 2030، بيوند 2030، لان احنا 2030 اتدرست ما اتدرستش، اتقرت ما اتقرتش، اتقرت واتفهمت ما اتفهمتش. طب هل احنا وظفناها؟ طب هي لازم تدخل في المدخلات. يمكن الواحد دايما في كل مشروع او في كل مسابقه او حتى في رساله ماجستير او دكتوراه بقول للطلاب حاول تقرا 2030 دي، وحاول تبقى مقتنع انك ليك حرف، ليك كلمه، ليك سطر بتضيفها ليها، لانها لن تتحقق الا بيننا كلنا في تخصصات متعدده. برضو اللي الحاجه اللي الواحد دايما كان بيتكلم فيها وهو بيتعامل، احنا عندنا ارض كانت صاحبه الحضاره، مش هننكر حضاره من اعظم الحضارات الانسانيه، ولكن لم تعد تؤدي دورها اللي كانت انتجت بيه الحضاره. احنا عايشين على 5%، ما بقاش في مكان نتحرك فيه، فال 5% ما بقاش ينفع. فعشان كده احنا اصحاب حضاره، ولكن لازم نطلع 5% دي براها. معانا تحدي دلوقتي بقى اسمه تحدي الميه. كنا متعودين ان الميه دي مش قضيه من القضايا، زائد تحديات الكلايمت تشينج. يمكن اليومين دول اكتشفنا ان المناخ انا قايله لماما من قبل ما نيجي، انا قايله لها من يوم الثلاث ان هنيجي. طيب معلش، وان التحدي اللي ممكن يحصل نتيجة لتغير المناخ، في حاجات إيجابية حصلة إن المناخ بدأ يتحسن نتيجة لإيه؟ لقللنا سوء إدارتنا أو تعاملنا مع البيئة. يبقى إحنا عادة بنتكلم على عايزين تغير، عايزين تغيير، عايزين أفكار، عايزين انطلاقات، ولازم يبقى في سفينة نوح. سفينة نوح كان ليها سيناريوهات متعددة، كل واحد فينا لازم يفكر إنه هو يعني يبقى من أتباع سيدنا نوح في التعامل مع التحديات اللي معاه. المسابقات بتدي مساحات مش معتاد انك تلاقيها في حياتك العمليه. المسابقات انت تستطيع انك تجمع فاروق الباز واحمد زويل وجمال حمدان ورؤيه مصر 2030 واللي الدوله بتفكر فيه واللي علمه لك اساتذتك واللي انت اتعلمته من خبراتك،
تقدر ده كله يدخله امتى؟ هم مش هيجتمعوا مع بعض، عمرك ما هتقدر. انت لو قعدت اي اتنين دكاتره من عندنا انا وزميل ليا عشان نتفق على حاجه مش هيحصل، لكن ممكن خلال المسابقه تاخد مني انا كلمه، تاخد منه هو صوت، تاخد منه رؤيه، انت تبقى منتج لسيناريو جديد برؤيه جديده. عايزين نركب عجله الزمن، عايزين نتعلم من اللي حصل من زمان والاحداث، فنتفهم ان التاريخ بيديك مساحه لرؤيه المستقبل. الكلام ده كله بتقدر تنتجه في خلال المسابقات. ممكن يبقى في مشروعات تخرج، ايام جامعه المنصوره كانت في مشروعات تخرج، كنا بنقول ان الصحراء عباره عن مجموعه سيناريوهات، كنا دايما وابدا بنحاول نعمل عمليه ان يطلع افكار. يبقى كل طالب زي ما انتم شايفين كده، كل طالب عنده مشروع التخرج بتاعه خاص بيه، عنده الذات، بس في وسط المحتوى الماتريكس. كنا بنقسم مصر لمحاور تنمويه بتفاعل بمشروعات معماريه، فما ينفعش مشروع يتكرر مرتين، يبقى ده السيناريو. نيجي السنه اللي بعديه التحدي ان احنا نكمل على اللي عملناه، ما نعملش ما نكررش ابدا مشروع اتعمل لسنه في سنه تانية. تتابع الامر كان بيسمح بعمليه الانطلاقات. لما تركت جامعه المنصوره، ودايما الواحد بيقول ان الواحد ترك فيها جزء من حياته ولكن استمرت بعد كده وانا مش موجود، ان هم عندهم هذه الطاقه. بدات في الجامعه البريطانيه مركز، المركز ده كان اسمه استدامه ودراسات مستقبل. بدات استحضر التحديات ومن ناحيه المسؤوليه، وبدات باول مؤتمر كان اسمه المدن المتوسطه المستقبليه المستدامه. في المؤتمر ده كان في مسابقه، كانت المسابقه دي مع الناس العلماء الكثيره اللي كانت موجوده، كانت بتختار ثلاث نقط من نقاط ممر التنميه والتعمير، كانت واحده منهم اسكندريه، واحده منهم القاهره، واحده منهم محور الاقصر، من ال 12 محور اللي كان مقترحهم الدكتور فاروق الباز، وطلعت سيناريوهات متعدده، وكانت مسابقه يعني ايه منطلقه بافكار تتعدى المالوف في 2010. 2010 الكلام ده كان ديسمبر 2010، انا بتكلم على قبل حتى 2011 والثوره. الافكار ده كان مثال منه. ده الدكتور مؤمن السوداني، النهارده الدكتور مؤمن السوداني هو نفسه يتحمل لواء وانطلاقات وافكار وطاقات يتعداني زمنا وافضل مني ألف مره، في انه هو اصبح له فكر واصبح له مدرسة. بس بدا الكلام ده بفكر المسابقات، بدا الكلام ده بالتحدي. المسابقه ساعدته انه يصدق نفسه مره واثنين وثلاثه، وياخد الجائزه الاولى مره واثنين وثلاثه، ويمكن المسابقه اللي انتم شايفينها دي دليل على الفكر اللي حصل. حصلت بعد كده ان الواحد بدا يفكر في مسابقه الخروج، والخروج هنا ناس كانت كتيره بتحطها هو خروج من الوادي، ولكن دايما الواحد بيقول لولا خروج سيدنا محمد من مكه ما انتشرت الدعوه. الخروج ليه؟ لان احنا ما بقاش في مكان نعيش فيه، ما بقاش في مكان نموت فيه، عشان نروح من مكان لمكان بنحتاج مساحات ومسافات. ال 85% من اللي احنا عايشين فيه عشوائي زائد البوليوشن. الافكار بتاعه الخروج نتج عنها 53 نقطه جديده تتقبل سبل العيش، كل نقطه كان ليها احترامها وليها قيمتها وليها وضعها. ولو لاحظنا ان 40% منهم كانوا مركزين في قناه السويس في وقتها سنه 2010، سنه 2012 الفكر بتاعه المسابقه دي. فلما بدانا نفكر ان احنا نعمل مؤتمر تاني، وكنا مسميناه لما اتقالت ان هيبقى فيه مشروعات كبرى، قلنا لازم يبقى فيه استدامه المشروعات الكبرى، الحقناها بمسابقه اسمها الامل والعمل لبناء انسان ومجتمعات قناه السويس، وكانت برعايه رئيس الوزراء، وكانت من خلال نقابه المهندسين المصريه. طلعت افكار متعدده، حتى اللوجو بتاعها خليناها من خلال مسابقه، من خلال فكر، من خلال طاقه. وحاولنا نوظف الهرم الاخضر بصوره او باخرى، وهو لسه كان عباره عن درافت في مرحله الاولانيه. وكنا على قناعه ان الحضارات الانسانيه دايما بتتولد عن طريق افكار ناس، عن طريق شعب. عشان كده حتى الواحد بيبقى دايما بيتعارض مع اللي يقولوا حضاره فرعونيه، يقول حضاره مصريه قديمه تستمد قيمتها من علم المصريات، وحضاره شعب لا تنتسب للحاكم ولا الاسم فرد. هو دايما الواحد بيبقى عنده فكر في الافكار. دايما في ناس انطلقت عن 20-30 المجموعات بديمقراطيه العلم والبحث العلمي. مفيش فكره 100% صح، مفيش فكره 100% غلط، ولكن بالديمقراطيه نقدر، ديمقراطيه العلم، نختار وننتخب اللي يناسب المرحله وفقا للتقنيه. التقنيه كل يوم بتقدم الجديد، يعني ممكن النهارده يبقى عندنا تحدي ما، ثم التحدي ده لاختراع او جهاز يتوجد يحل المشاكل. ده نموذج لمجموعه من الشباب دخلوا يمكن كل المسابقات، وهم مجموعه في المنصوره اللي اخترتهم، وقلت برضو اقترحت انهم يبقى في مره من المرات
هم اللي بيتكلموا على المسابقات يتكلموا من وجهة نظرهم. دول دخلوا مسابقة الخروج ودخلوا مسابقة الأمل والعمل ودخلوا مسابقة البناء الحضارة اللي بناءه ودخلوا مسابقة الهرم الأخضر. وكانوا دايما وابدا عندهم دايما هذه الطريقة بتاعت الحوار ويستخدموها في التعليم ويتعلموا بيها ويطلعوا أفكار كلها ذات قيمة بتخلينا واحنا بنروح في كل مكان بنحس ان الموضوع مكتمل. بدأوا الناس تقولك انت دايما بتفكر خارج الوادي، ابتدي فكر داخل الوادي، اخترت الأقصر وبدأت افكر ودخلنا مع مجتمع مع محافظ الأقصر ان احنا عايزين نحافظ على حضارتنا بصورة او باخرى برضو بفكر المسابقات. انا دايما بقول ان فكر المسابقات هي وسيلة مش هدف، وهي مش مسابقات دايما بتبقى يانا يمتى وننتحر علشان كل واحد ياخد الجايزة، لا هي انا وانت بتبقى نحن علشان نقدر نوصل بيها الامر. وعملنا ثلاث مسابقات وأعلناها ثم لم تكتمل لأسباب كانت خارج على الإرادة. فتوجهنا بقى مع حوار مع أستاذنا الدكتور خالد الزهبي رئيس مركز بحوث البناء والإسكان، وكان على الهرم الأخضر وعلى اهتمام الشباب كله على أنهم عايز ياخد ليد سيرتيفيكت. طب احنا عندنا الهرم الأخضر من سنة 2010 وهو موجود لكن لم يفعل، فاخترنا أن احنا نفعله من خلال مسابقة يساعدنا على ان احنا نتفهمه. كان في اختيارنا مبنى دور عبادة. طب ليه مبنى دور عبادة؟ قلنا لان مبنى دور العبادة كل المجتمع يتعامل معاه، سواء مبنى ده كان كاتدرائية او مسجد جامع او متحف قبط او يعني او مركز طبي مركز اسلامي او مركز قبطي او كنيسة او جامع مسجد. لكن دايما وابدا انت عايز يبقى دائما وابدا يكون في اي مشروع مكان للعبادة فيه، ويكون قدر الإمكان مع مراعاة احتياجات المية والطاقة يبقى فكر تطبيق الهرم الأخضر فيه قد يكون هو ده الأنسب. طلعت أفكار متعددة، ويمكن النهاردة الشباب اللي هيتكلموا قد يتحدث فيهم حد عن مسابقة الهرم الأخضر وأفكاره اللي هو دخل فيها وتعامل معها للموضوع. ثم كان بعد كده التحدي اللي احنا دلوقتي انتهينا المرحلة الأولى منه اللي هو حقوق حضارة لبناء حضارة. بتدور على حقك في كل من يتربح من حضارتك في الخارج، بتدخل معاك ناس تتسابق تبحث عن هذا الحق المستحق علشان العائد بتاعه يعود على الحفاظ على الحضارة ويساعد في بناء الحضارة. كل اللي قلناه كان بناء حضارة، احنا عايزين يبقى في مجتمعات في الصحراء خارج الوادي تتقبل سبل العيش. نحققها ازاي؟ يبقى كل مسابقة من اللي احنا فكرنا فيها او بنطلع فيها اصبح ليها مريدين، اصبح ليها اتباع، اصبح ليها ناس هتفكر هتنطلق هتقدر هي نفسها في يوم من الايام تنفذ، سواء متحف من فضلك او نيجاتيف ميوزيوم او سواء ان يبقى في اب. كل دي افكار كانت قويه جدا وقادره انها تبقى لوحديها ممكن تبقى رياده اعمال، ممكن تبقى مستقبل، ممكن تبقى تطبيقات، ممكن تبقى امور متعدده جدا. اللي انا عايز اقوله ان الموضوع مش انديفيدوال، الموضوع دايما هيبقى مجتمع، ولكن لازم كل فرد يحس ان هو عنده قدرته وطاقته والفكر الابداعيه هتتكامل مع اخرين. ويبقى زي ما في توجه من الدولة ومجهودات توب داون، احنا بنفكر بوتوم اب، فنلتقي في زون هو ده اللي بيخلق الاستدامة، هو اللي ده اللي يخلق المستقبل. عشان كده المستقبل ده احنا لازم نحفره حفر، لازم يحصل عملية ان احنا يعني ايه ننحته. انا حاولت ان انا اقول الامور، ولكن هرجع اقول لما كنت في امريكا كان في المؤتمر بتاع ترانسبورتيشن كان في 60,000 واحد حاضر من مختلف الجنسيات، وجي الراجل السكرتي بتاع الترانسبورتيشن هناك اللي هو زي وزير النقل قال لك احنا ما فيش طريق بنختاره وبنعمله في امريكا الا بنعمله من خلال المسابقات، سواء للمجتمع المستهدف او سواء للشركات او سواء للمؤسسات او سواء، لان ممكن تقنيه جديده تيجي او ممكن يبقى في فكره، او في الاول وفي الاخر الطريق ده بيتعمل عشان يخدم بشر ويوصلوا من مكان لمكان بطريقه توفر وقت وثمن ومجهود، فلازم يتاخد وقت نظر. اتصور ان احنا محتاجين في حاجات كتير نفكر ان فكر المسابقات هي وسيله لازم يتحط له بنوك، وده جزء دلوقتي في المركز بنحاول نعمله ان احنا يبقى عندنا الثيتر او الديسيجن ميكنج سبورت لكل ما تم ما سبق، ونحاول نجمع مسابقات اخرى وطاقات اخرى وفي كثير منها لها الاحترام، عشان في يوم من الايام أهلنا ونقدر في الصحراء إن إحنا يبقى لينا هذه العمار اللي إحنا بنتمناه. أختار تجربة واحدة أو فيديو واحد لكثير من الفيديوهات والحاجات اللي موجودة عندي، دايماً بختاره لأنه هو كان في خلال الفيديو اللي أنتوا هتشوفوه دلوقتي ده هو خمس
اتكلم على الحاله اللي كانت موجوده عندنا في وقت ما في قبل 2012. دي مشاكل متعدده كانت موجوده، بس هو في خلال دقيقتين ونص رصد كم المشاكل الكثير اللي انتم ممكن تشوفوها دلوقتي، والحمد لله في حاجات منها بتتحسن، ولكن لسه في حاجات منها نعاني منها. وفي نفس الوقت بدأ يحط في وقت ما كانش فيه الدستور موجود برينسيبلز وأسس لعملية إزاي بقى عنده فكرة للخروج من المرحلة، ثم بعد كده حط الأفكار بتاعته بطريقة بسيطة. السبعة اللي اشتغلوا في هذا الموضوع ده كانوا لسه وقتها طلبة في سنة تالتة عمارة رايحين رابعة، وعملوا الفكر بتاعهم وعرضوه، وفي وسط ال 53 نقطة دول كانوا أكتر مجموعة حسيت إن الواحد بيتمنى إنه يقوله لخصوه في الفيديو البسيط أو الفيلم البسيط ده، وأتصور إنه يستحق إن نسمعه، وبعد كده أني الكلمة بتاعتي. وأتصور إن أنا في الوقت بتاعي لسه في الثلاث دقايق اللي أنا فضلالي مظبوطين كده. طبعا انا يعني تعجبت قدرتهم الهائله على ان هم رصدوا كل المشاكل اللي الواحد كان بيقول له الخروج ايه، لان كانت ميزه الخروج انها فيها فيزيكال رياليتي، يعني افكار بتطلع في المسابقه للحلول، وكان في حاجه اسمها السوشيال رياليتي القصه ازاي نبني البني ادم اللي ممكن يتحمل المسؤوليه. وهتلاقوا الصوره بتاعت الراجل ده كنت حطيتها أنا في السلايدز في الأولانية، هو ده عبارة عن مصر اللي عايزة تخرج من العباءة بتاعة الأعباء القديمة اللي تنطلق وتحتاج الشباب. فهم حطوا إن في خلال 35 سنة هيوصلوا لعشرين خمسين بالأفكار دي، وقسموها فترة فترات وحطوا المبادئ بتاعتهم، وده كانت القيمة في اللي هم قالوه في الحل بتاعهم ده، اللي طبعا مرة تانية بقول ايه كانت في حلول اخرى موازية ذات قيمة وكلها محتاجة في مرة تانية اعادة صياغة واعادة رؤية وتجميع لاجيال تانية تكمل عليها. ممكن ناس تكمل على الموضوع ده رسائل ماجستير ودكتوراه. احنا فاتحين في المركز لاي تواصل لمن يرغب ان هو يتعامل معنا ويكمل في هذا المشوار. ده الحل اللي هم كانوا مقترحينه وقتها. أتمنى أن أنا ما كنتش
يعني اثقلت عليكم في البرزنتيشن بتاعتي. وطبعا انا دايما الثمانيه اللي اشتركوا في الموضوع ده مع 400 شاب تانيين، انا بحس دايما بالتقصير ان كنت اضعف من ان انا استطيع ان انا استكمل الحوارات اللي بدأناها، ولكن استكملنا حوارات تانية وقادرين ان شاء الله في يوم من الايام. وده اللي انا حطه دلوقتي المهمة الاولى، ان احنا نحاول ندور على بدايات تساعد في مرحلة خارج النطاق. ويمكن الدكتور احمد كان بيكلمني على ان الهرم الاخضر هنستكمله، احنا متفقين ان احنا نستكمله، ونستكمله في احد النقاط اللي هي الاقصر اللي في ممر التنمية والتعمير بمبنى حقوق حضارة، عشان يبقى كل المنظومة اللي احنا بنقولها دي في التحديات بتاعتنا نستعدها ونسترجعها في هذا التكامل فيها، ونسمح لنفسنا ان احنا نفكر في الخيال، فلا نتعارض مع توجهات حالية بتنجز وبتنتج، ولكن احنا نساعد ان احنا نسبق الزمن شوية ونساعد الطلاب انهم يتعلموا انهم ازاي عندهم فكر السيناريوهات. وده يمكن المهمة بتاعتنا اللي بيتقال عليهم أصحاب العلم. أشكركم جزيلا. نشكرك يا دكتور أحمد. وشكرا جزيلا. أنا يعني فكر السيناريوهات ده يعني نتمنى أن يكون فيه موجود في مصر. دكتور أحمد راشد اتكلم بمنطق الأستاذ الجامعي وصاحب صاحب التجربة في إنشاء مجموعة أكثر من مسابقة، وصاحب مبادرات كثيرة يعني ما شاء الله عليه. ولو قعدنا يعني لولا الوقت الضيق وكده كنا سيبنا الدكتور أحمد ساعة وساعتين، وهيملأهم فكر ومعرفة إن شاء الله. ونتمنى في السيشنز الجاية يبقى ليك كلمة يا دكتور أحمد يعني لو وقتك يسمح. ثاني حاجة أنا بس يعني الناس عمالة تبعت لي عشان إحنا الغرفة تمت 100 وده الليمت بتاعنا، الزملاء اللي مش هيقدروا يدخلوا على الروم بيم أريبيا مش هيقدرين لايف على صفحة بيم أريبيا على الفيسبوك، السيشن كله بالأسئلة بكل حاجة، وهيتسجل فيديو وهينزل على اليوتيوب عشان لو أي حد وصله أو عايز يبعت لزمايله. اللينك موجود في الشات لو حد عايز يشوف لايف على الفيسبوك، تمام؟ لأن هي الروم ماكسيمم 100. تاني حاجة بيم أريبيا وأرك سبيس هيصدروا شهادات لكل الحضور في الروم هنا، فهيشيروا لحضراتكم في آخر السيشن جوجل فورم كده، كل واحد يملى بياناته بالإيميل والاسم والأفليشن وكده عشان يوصل لحضرتك شهادة الحضور بتاعت الندوة باي إيميل، تمام؟ دي نقطتين. دي أول نقطة تنظيمية، يعني أنا ملاحظ إن في زملاء من العراق وزملاء من الأردن وزملاء من السعودية بالإضافة لمصر، ويعني بنرحب بكم جميعا ويشرفنا وجودكم. والزملاء اللي طبعا اللي يعني بحكم ان انا اعرف اصدقاء منهم كتير يعني، بس انا جاي لي النهارده رسائل من الجزائر، رسائل من المغرب العربي، فايه مرحبا بكم جميعا. الفكره بتاعت المسابقات لما بنتكلم فيها بنتكلم ان يعني كان عنوان السيشن او الندوه او السلسله اللي هنعملها المسابقات تساوي الفرص. هل الفرص دي فرص بس للمؤسسات ولا الأفراد ولا الطلبة؟ وأول لحظة أول لقطة احنا خدناها المسابقات الطلابية عشان نشوف المردود بتاعها والأفكار بتاعتها، والأساتذة الجامعيين بيبصولها إزاي، والطلبة بيبصولها إزاي، والخريجين بيبصولها إزاي. تاني حاجة، هل المسابقات دي بتأثر في الطالب في سوق العمل لما بيطلع بتديله مهارات جديدة؟ هل بيستفيد خبرات غير الخبرات اللي بياخدها في الأكاديمية؟ هل الأساتذة نفسهم بيستفيدوا بالمشاركة بطلابهم؟ دي كلها تساؤلات بنحاول نطرحها، ودكتور أحمد راشد طرح من وجهة نظره كصانع مسابقة وكمحكم عضو لجنة التحكيم في أكثر من مسابقة محلية ودولية. يعني المتحدث اللي بعد كده المهندس محمد زكي، ومهندس معماري حديث تخرج، ومهندس في DMA، وشارك في أكثر من مسابقة وهو طالب ثم وهو مهندس الآن، فهو عنده تجربته، وإحنا بنحاول نجيب الموضوع من أكثر من زاوية، أو هنفضل في السلسلة دي نجيب الموضوع من كل الزوايا، وكل واحد يطرح زاويته وفكرته واللي استفاده واللي اتضايق منه وكل حاجة. الكلمة مع المهندس محمد زكي، وتفضل حضرتك. السلام عليكم، الأخبار جميعا، رمضان كريم عليكم إن شاء الله.
أحب أشكر دكتور أحمد راشد على حضوره المشرف، وإننا اتعلمنا منه كتير، وكانت أول مسابقة تقريبا نخشها كانت الجرين بيراميد، وعلى كلام الدكتور إحنا فعلا استفدنا جامد من كل مسابقة، يعني اتعلمنا من المسابقة دي إن كل فترة بنخش مسابقة لا بنستفيد منها حاجات جديدة، سواء مسابقات بقى دولية أو محلية. وكان دكتور أحمد من الناس اللي بثوا فينا الفكره اننا ازاي نتعلم وازاي نخش المسابقات ونبقى قلبنا جامد. يعني كانت اول مسابقه تقريبا وكنا اخذنا المركز الاول في السيلفر، وان شاء الله المهندسه دارين هتحكي المسابقات اللي دخلناها واولها جرين بيراميد ان شاء الله. وبشكر الدكتور احمد هارون على الاستضافه الجميله ديت، واننا ارك سبيس منصه اننا نتكلم عليها، واشكر باشمهندس عمر سليم على بيم اريبيا واننا ودانا الفرصه اننا نتكلم. يعني ان شاء الله يعني هتكلم كده سريعا على ازاي ممكن ايه الحاجات اللي فيها بنعرف منها مسابقات، وازاي احنا كنا مثلا بتجربتنا ان ازاي بنبدا نعمل تيم، وازاي بنفكر، وازاي بنستخدم، يعني ازاي كسبنا يعني تجارب في برامج اننا استفدنا منها من يعني بسبب المسابقات. يعني هفتح البرزنتيشن. أظن البرزنتيشن كده بانت جميلة إن شاء الله. واضحة يا محمد، واضحة. احنا في الاول في كذا سايت او كذا يعني منظمه احنا يعني الواحد بيتابعها، بحيث ان بيلاقي على طول اول باول المسابقات. يعني لو احنا هنتكلم على مصر، فكان يعني دكتور احمد راشد على طول من الناس اللي الواحد ممكن يتابعهم ويلاقي على طول بينزل مسابقات، سواء بقى في حقوق حضاره، سواء في يعني ازاي يعني بنسترد حقوقنا من بره، والجرين بيراميد وغيرها من المسابقات اللي احنا بتفيد الطلاب في مصر والخريجين كمان. يعني انا اظن الجرين بيراميد ما كانش مهيئه للطلاب بس، يعني كان داخل فيها مكاتب معماريه ومكاتب خاصه يعني، ولجنه التنسيق الحضاري في مصر، واكاديميه البحث العلمي، وغيرها من المنظمات اللي في كل دوله اظن هيبقى فيها هي يعني بتدي منصه ان الناس تشارك فيها. في برضه من الحاجات يعني المواقع العالميه اللي بنلاقي عليها الكومبيتيشن بتنزل على طول، زي كومبيتيشن ارشي، دي من ضمن الحاجات اللي على طول بتنزل كومبيتيشن كل شويه ابديتد على طول. الارش دايلي برضه بتنزل على طول تميز، ودي على يعني مستوى الشرق الاوسط والعالمي، بس يعني على طول بتنزل مسابقات، وسواء للخريجين او سواء للافكار الجديده بتتعمل في الوطن العربي. في برضه اليانج اركتكت، بس ديت يعني مثلا للمعماريين كل سنه بينافسوا مين ياخد اليانج اركتكت بتاع السنه. وفي مؤسسات زي الاسلا، الامريكان سوسايتي لاندسكيب اركتكتشر، بتنزل كل سنه برضه ان ازاي مسابقات في لاندسكيب، والافلا والدبليو اي اف اللي هي المسابقات المعماريه اللي اتنفذت في ارض الواقع واللي لسه هتتنفذ، والاي اي اي. وفي موقع اللي هو زي ارك بازار، ده موقع برضه مسابقات بس كشغل، يعني انت بتخش مع ناس ومثلا بينزلوا كومبيتيشن مثلا تصميم حاجه معينه، والناس بتنافس بعض، ودي بتخلق روح ان الكلاينت او الحاجه انك انت بتشوف كذا كذا بروبوشن، ان بتشوف بتختار احسنهم وبتاخده يعني على اساسه. فدي كان اول حاجه اننا بندور بنشوف المنصات اللي هي بتطلق الكومبيتيشن، ونبدا ناخد منها حاجه ونشوفها ونقراها كويس ونبدا فيها. اول تاني حاجه اننا بنفكر ازاي نجمع تيم، يعني بنشوف التيم مثلا بيبقى اكتر معظمه ناس عايزه تشتغل، عايزه تنفذ حاجه، نفسها تتعلم حاجات جديده، حتى لو كان سكيلز قليله بس هي بتزود. يعني فعلا الكومبيتيشن ديت الواحد سكيلز في البرامج والتفكير زاد بسببها يعني، وخلاه يطلع على مشاريع ممكن ما كانش يخشها قبل كده ولا يخشها، يعني حاجات تعلميه اكتر. وبعدين بندير بقى ما بيننا وبين التيم مع بعض، اننا بنشوف المطلوب بالظبط مننا في المسابقه، بنقرا البي دي اف حته حته بالظبط، بنكتب زي التو دو ليست والحاجات اللي احنا محتاجينها، بحيث اننا
بنعمل المطلوب بالظبط اللي هم محتاجينه، التشالنج اللي هم طالبينها، التسليمات اللي محتاجينها بالظبط. ودي اهم حاجه في المسابقه، انك انت بتشوف الاهتمام اللي هم طالبينه وبتعمل على اساسه، بتعمل الاناليسيس اللي هتساعدك في المشروع، انك انت بتجتمع مع التيم بتاعك وتبداوا تعرضوا افكاركم وتوصلوا لفكره معينه شايفينها لمين وتطلعوا. وافضل حاجه انك تطلع اوت اوف ذا بوكس، ان من يعني معظم الناس كلها بتفكر اكيد نفس البعض، فاللي بيكون فكرته مميزه هو اللي عامه بيكسب. وبعدين بنعمل زي بلان بنمشي عليه بجدول معين، اننا التسليمه دي في الاسبوع ده تبقى كذا بالوقت كذا، بحيث انك انت بتدير التسليمه عامله ازاي. الحاجات اللي يعني بنبدا فيها كاي مسابقه بنخشها، اول حاجه بنشوف السايت اناليسيس، بنشوف الموقع رؤيته من حوالين المكان. انت الواحد لو مكان يعرف تزوره بتعرف تزوره، وتحس بالفراغ وتحس بالرؤيه اللي موجوده في المكان. في برامج دلوقتي ممكن تغنيك شويه عن انك تزور المكان زي جوجل ايرث، بتشوف الطرق وازاي هتوصل للمكان وازاي هتستغل المحيط بتاعها، المناخ وازاي هتعمل حاجه حراريه مناخيه كويسه، لو في لاندسكيب او حاجات حوالين المكان ازاي تستفيد منها وبتزودها. وخاصه اننا محتاجين ان الفتره ديت بنخلق سوشيال، يعني هيبقى سوشيال ديستانس، يعني ازاي الناس كلها تتجمع، بس ما يعني لما يحصل مشكله زي ديت ما يحصلش زي وباء ينتشر. المكان بندرسه كويس، نوع التربه، لو في اماكن ازعاج او حاجه زي كده، ازاي اي حاجه ضعيفه في المكان بنقللها. المحيط بتاعك من ناحيه الجيران، ولو في مباني حواليك او مثلا محددات طبيعيه زي لو قدامك نهر بحر صحراء، لو في المكان دوت تايم لاين تاريخي، بتبدا ازاي تنسباير منه انك هتطور حاجه زي مثلا زي مصر مثلا تاريخيا كانت عامله ازاي، فانت بتنسباير وتطور عليه. الاربن فابريك بتاع المكان، وده مهم جدا، انك انت ازاي يعني بتخلق حاجه جديده بس ماشيه متماشيه مع المكان. اللاند يوز ازاي هترفع قيمه الكومبيتيشن ديت، هترفع قيمه المكان لو اتنفذت، ارتفاعات المباني، انواع الماتيريال بتاعتها، المواصلات اللي هتوصل للمكان دوت، سواء بقى المواصلات الحديثه اللي بتتخلق. سوشيال اناليسيز، ودي اهم حاجه من الحاجات الاناليسيز، انك ازاي المشروع اللي انت هتعمله ما يكونش طارد للناس، انت بتجذب الناس، هم اللي بيحموه، هم اللي بيحافظوا عليه، هم اللي بيخلوهم في المكان، وهم اللي يعني هم اللي شغالين فيه وبيطوروه وبيحافظوا عليه. واكيد بتوصل في الاخر على نهايه سوات اناليسيس. سوات اناليسيس دي بتوديك على حاجات على حاجات محدده للكونسبت بتاعك. تاني حاجه بعد سايت اناليسيس بتشوف الزوننج ريفيو، اللي احنا بنقعد نشوف نعمل الزوننج بتاعنا وازاي نخلق في المشروع الحاجات اللي احنا المطلوبه مننا. بنخلق بروجرام، بنشوف البروجرام اللي محتاجينه وازاي هيعدي عدد اليوزرز واستخداماتهم. بتوصل بعدها للكونسبت، اننا عندنا كونسبت بدا يتخلق بعد الحاجات ديت، بعد المحددات دي كلها. وبتيجي للسيستماتيك ديزاين، مبدئيا كده خلاص بدانا نرسى على ديزاين معين وبنطور على الديزاين دوت، وبعدين نوصل للفاينل اللي هيبدا يتعمل له برزنتيشن. وان شاء الله يعني انا هحكي شويه ان ازاي مثلا نطور بسرعه في السكيلز، او يعني البرامج اللي احنا ممكن نستخدمها بسرعه انها تطورنا، يعني تساعدنا بسرعه اننا نطلع اوت بوت كويس. يعني كدروينج، يعني الاوتوكاد بيسرع ايدك انك ترسم. في البرزنتيشن 2 دي، سواء بتعمل اناليسيز انفيرومنتال او الطرق او غيره بالفوتوشوب، بتجمع البانر كله بالانديزاين، وهذكر امثله ان شاء الله بعد السلايد ديت. الاستيليتور ممكن سهل جدا انك انت تعمل حاجه ايزومتريك وتلونها وتعمل اناليسيز بمسارات كويسه. بتيجي عند نقطه ال 3D موديلنج، تستخدم اي موديل انت بتعرف تطلع منه اوتبوت، مش لازم يعني في ناس مش هتقدر تستخدم كذا حاجه، انت لو 3D ماكس، سكتش اب، راينو، ريفيت، اي حاجه تعرف تطلع منها اوتبوت. والاسهل في الريندرنج، او اللي يطلع حاجه كويسه بتتقدم،
ممكن اللوم من اوتوين موشن، وهبقى اشرح ازاي ان بنعمل يعني نربط ما بين برنامجين مع بعض بحيث انك انت بتعدل في حاجه وتشوفه ريال تايم بيترندر جنبك. يعني مثلا البرزنتيشن اللي قدامنا ديت، مثلا السكشن الموجود في النص دوت، ده ممكن يتعمل بكذا برنامج. يعني ممكن يتبني الموديل بال 3 دي ماكس او السكتش اب او الريفيت ويتعمل سكشن فيه، وبعدين الالوان والحاجات اللي في الماتيريال دي كلها بوست برودكشن بالفوتوشوب، ويضاف عليها شويه بني ادمين وشويه شجر، كل ده بالفوتوشوب بيتعمل. يعني يبقى السكشن ممكن يكون ابيض ويتحول مره واحده ل بالفوتوشوب بوست برودكشن، حاجات بسيطه جدا يعني ببرش. وان شاء الله لو كان ممكن انزل فيديوهات بتساعد على الموضوع دوت. ممكن باللوميون انك انت بتنزل الموديل وفي حاجه اسمها سلايس، بتقطع المبنى لسكشن بترندره، وبعدين تبدا بقى تعمله بوست برودكشن. الايزومتريك الاناليسيس اللي في اللي شايفينه مثلا في البانر دوت، مثلا تلاقي حاجات على اليمين ايزومتريك كده، دي سهل كده انك تعملها بالفوتوشوب وبعدين تنزل منها حاجات بالانديزاين فتبان لك وتلونها بحاجات بسيطه، فانت بتبين مثلا المسارات عامله ازاي، الفراغات. يعني اول حاجه مثلا دي ده امثله شويه عن اللوميون او ايه الحاجات اللي موجوده فيه. انت ممكن تعمل ما بين السكتش اب واللوميون زي بلوجن بسيط جدا بينزل فري، انك انت وانت شغال على السكتش اب بتشوف ازاي في اللوميون بيبان لك الموديل. يعني انت وانت شغال بتحط الشجر، بتحط الاضاءه، بتحط كل حاجه، وكل حاجات جاهزه، يعني الاضاءات جاهزه والشجر جاهز، وهي مليانه مكتبه لاند سكيب عاليه جدا، ومكتبه عربيات ومكتبه ناس، وبتطلع ريندرنج عالي جدا زي الصوره اللي في النص، او بتطلع سكتشنج. يعني انت عايز تطلع سكتشنج ابيض واسود، سكتشنج الوان. موضوع السلايس اللي هو بيقطع في اللوميون، يعني في صوره كده اللي هي جاي فيها جرين كده بيقطع المبنى، وده ممكن برضو ان شاء الله ادوره على فيديوهات ونرفقها في الفيديو دوت، بحيث ان اللي عايز يخش يشوف الطرق بتتعمل ازاي. في برنامج تاني كويس اسمه توين موشن. توين موشن دوت برضو نفس فكره اللوميون ريال تايم، بيرندر الموديل على طول، زي يعني بتبقى انت شغال على السكتش اب وفاتح التوين موشن ومتصل بينهم، وانت شغال على السكتش اب بتبني الموديل وحاطط اللاندسكيب وكل حاجه على التوين موشن وشغال عادي. ميزه التوين موشن غير انه في ماتريالات برضو وناس وممكن تلاقي فيها ناس اكتر كمان من اللوميون، انك انت انه يطلع في ار بسهوله جدا، اسرع بكتير من يعني هو الشركه اللي عاملاه شركه الانريل انجن، هي برضو يعني شركه العاب وهي بتعمل في ار، فهو سهل انك تطلع اوت بوت في ار منه بسهوله وبسرعه، وخاصه في 2021 اللي نازل جديد عاملين خاصيه انك انت لو ترندر في ار وتاخدها على الموبايل والناس تتفرج عليه. وفي برضو ميزه جديده انك انت ممكن التوصيلات اللي جوه الحيطه زي الكهرباء والحاجات ديت بتبان لك في الريندر. يعني لو انت محتاج، او يعني مثلا زي الانفراستراكشر، لو احنا هنتكلم عن مدينه مثلا، فانفراستراكشر موجود تحت المدينه، فانت عايز تبين مثلا المواسير بتاعت الصرف الصحي ماشيه ازاي. نعم لما تفضل دقيقتين. تمام. السكتش اب ممكن نطلع منه اوتبوت زي السكتشنج واناليسيس، سواء شادو او اضاءات، وفي اكستنشن كتيره جدا والموديلات بتاعته كتيره جدا. الفوتوشوب ممكن يستخدم ك كطريقه اناليسيس للعربيات وللناس وتلون منه وتعمل بوست برودكشن. وفي حاجه فيه اسمه كاميرا رو، ده بيظبط الاضاءه منه بسرعه جدا. الانديزاين هو مين اللي متخصص زي المجلات والبانرات، هو سهل جدا انك تصمم البانر عليه وتحط يعني دراج عليه كل الصور اللي انت عايزها باقل مساحه ممكنه ويطلع بكواليتي نظيفه كده. شكرا. يعني حاجه بسرعه عن البرامج اللي ممكن تستخدمها وتتعلمها وانت شغال في المسابقه. والمسابقات بصفة عامة انها بتخلي الواحد يعني يتعلم سكيلز جديدة، بعيد عن البرامج، يعني ان سوشيال مع الناس وانك انك بتلف وتطلع معلومات جديدة ما كنتش لسه تعرفها. يعني نشكرك يا باشمهندس محمد. هو باشمهندس محمد دخل فيكم على طول في الابليكيشنز، بس هو باشمهندس محمد
كان التايتل بتاع المحاضرة بتاعته الكمبيوتر سكيلز اللي ممكن الستودنت يكتسبوها أثناء المسابقات من وجهة نظره كطالب، ثم بعد كده لما التحق بشركة كبيرة زي دي ام اي، وفي نفس الوقت هو شايف ان الطلبة محتاجين يتعلموا مجموعة البرامج دي، وفي معظم البرامج الأكاديمية يعني والجامعات ما بيبقاش متاح دايما الكورسات البرامج دي. طبعا كل واحد بيتكلم بلغته وبيتكلم بلغة جيله، يعني باشمهندس محمد من الجيل الشباب يعني واللي هو مطلع على البرامج اكتر مننا. احنا بنحاول برضه يا جماعه، عشان يعني انا عارف ان الحضور منوع ما بين اساتذه وما بين طلاب وما بين باحثين، بنحاول نغطي النقاط النهارده، النقاط اللي هتتغطى في الندوه ديت، وباقي النقاط ان شاء الله في ندوات اخرى. النقطه اللي هي فكره صناعه المسابقه، ودي كان او كما سماها استاذنا الدكتور احمد راشد مسابقات والسيناريوهات، دي ان ممكن اي مؤسسه او اي شخص يبدا يصنع مسابقه وتتحول المسابقه مش للمسابقه نفسها، لا لفكره، والفكره يعني تشارك فيها المجموعات وتشارك فيها المؤسسات عشان فيجن اكبر. باشمهندس محمد طرح فكره المهارات، مهارات الكمبيوتر اللي ممكن الطالب يتعلمها، واحنا بنركز دلوقتي على الستودنت كومبيتيشن، واحنا بعد كده ممكن ننتقل لندوه بعد كده ان شاء الله عن الاركتكتشر كومبيتيشن اساسا وفكرتها عامه. بالنسبه للبشمهندسه دارين والبشمهندس محمد والبشمهندسه ايه، هم كانوا تيم اثناء ما هم كانوا طلاب، وكل واحد منهم دلوقتي بيعمل ويشتغل في مكان تاني وفي بعض الاماكن في دوله ثانيه يعني. ف هم بيشرحوا تجربتهم، وزي ما قلنا الأسبوع القادم إن شاء الله هيبقى فيه فرق تانية، واللي يحب من حضراتكم يشارك أو يتكلم بكلمة هيبقى في الجوجل فورم إن شاء الله سنة كده للملاحظات، نرجو المنسق بتاع الإيفنت يضيفها، اللي عايز يتواصل معانا ويبقى أحد المتحدثين أو يعرض حاجة يبلغنا برضو عشان نستعين به في السيشن القادمة إن شاء الله رب العالمين. باشمهندسة دارين طارق هي باحثة في جامعة القاهرة ومعيدة بجامعة مصر وبالمعهد العالي للهندسة، معهد القاهرة العالي للهندسة. هي هتشرح مجموعة مشروعات ومسابقات وإيه كان فكرة التعامل وجوائز تم الفوز بيها من خلال تجربتها كطالبة ثم دلوقتي كباحثة في جامعة القاهرة. اتفضلي يا باشمهندسة دارين. السلام عليكم يا جماعة. السلام عليكم يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين. عليكم السلام. يا رب رمضان كريم عليكم. طبعا يعني هو باشمهندس محمد شكر كل الناس، عشان انا مش هعرف يعني مش هضيف اي حاجة على باشمهندس قالها ما شاء الله يعني. انا سريعا كده هشرح، يعني هقول لكم سريعا على اللي انا هقوله. انا سريعا هشرح المشروعين من المشاريع اللي فازوا بجوائز هنا في مصر، واولهم هيبقى مشروع جي بي ار اس، وده كان مشروع احنا كنا داخلينه تبع الجامعة البريطانية وتبع مركز فاروق الباز. ده المشروع ده كان من اول المشاريع اللي كنا دخلناها في المؤقت. ثانيه انا همشر سكرين بس لل تمام. مشروع الجرين بيراميدز ده كان من اول المشاريع اللي كنا دخلنا بيها في مسابقه. ده كنا داخلينه واحنا في سنه تانية تقريبا، سنه او سمستر 2 في سنه اولى. كان بدايته اصلا ان كان دكتور احمد راشد كان بيدي عندنا ندوه في الكليه، مشكورا طبعا هو اعلن عن المسابقه دي. وساعتها احنا ابتدينا نجمع تيم وابتدينا نقول ان احنا يعني هنشارك او هنبتدي نخش المسابقه. طبعا يعني كان عليها قصه كبيره جدا المسابقه دي، او كان الستوري بيهايند ان احنا نخش المسابقه دي كان قصه كبيره جدا، لان كان كنا داخلين بتيمز كتيره، وساعتها حصل يعني مشكله، وان التيمز في الاخر ابتدينا نركز ان احنا ده بس التيم اللي احنا ابتدينا نجمعه. ولازم طبعا يعني اشكر كل اعضاء التيم، وابانو فايز ومحمد عماره ومنيره وايه ورنا وفاطمه ومحمد عبد العظيم ومحمد زكي طبعا.
ودكتور، وكان معانا دكتور اشراف كان بيشرف علينا، دكتور عادل نبيل. المسابقه دي كانت مطروحه لطلبه ولمهندسين والشركات والمكاتب. احنا اول ما نزلت المسابقه اول حاجه ابتدينا نعملها ان احنا نجيب الكراسه بتاعه، يعني البي دي اف اللي كان نازل للمسابقه دي، عشان خاطر نشوف ايه هي شروط المسابقه وايه هي شروط الالتحاق بيها وايه هي الحاجات اوريدي اللي كانت مطلوبه في المسابقه دي، او ايه هي الحاجات اللي هم الكرايتيريا اللي هيقوم من عليها التقييم. وتو بي اونست هي دي كانت اهم بوينت موجوده في المسابقه دي، ان احنا كنا بنركز قوي على بالظبط ايه اللي كان مطلوب، وهو ده بالظبط اللي احنا كنا بنعمله في المسابقه دي. كان المفروض كل فريق هو اللي بيقيم نفسه، يعني كل فريق هو اللي بيقول هو هيبقى في السيلفر ولا هيبقى في الجولد ولا هيبقى في البلاتينيوم. فلازم كان الريتنج اللي احنا هنعمله لنفسه لازم يبقى اونست، ولازم كنا نبقى صادقين في الريتنج اللي احنا كنا بنعمله. احنا اول ما ابتدينا البروجكت ابتدينا الاول ندور، طب احنا نعمله فين، طب هو دار عباده، طب احنا هناخد مسجد، طب هنبتدي نحط المسجد بتاعنا ده فين، طب اصلا ايه هي المناطق اللي محتاجه، طب ايه هي مش المناطق اللي محتاجه. ابتدينا صدفه لقينا ان في اسوان كان في لسه طالع مدينه جديده، او يعني قريه جديده اسمها كركر. كركر دي كانت بينقلوا فيها اهالي النوبه علشان خاطر التهجير والقصه اللي كانت حاصله عندهم. يعني صدفه كنا بنقرا على اللي حصل، يعني على اللي حصل في الفتره دي. فمن هنا ابتدينا ننقي اللوكيشن اللي احنا هنشتغل عليه. بعد ما نقينا اللوكيشن، هي باختصار المسابقه دي كانت بتتكلم مينلي على السستينابيليتي، او ان احنا هي ما يعني هو الجي بي ار اس اصلا عباره عن نظام ريتنج سيستم زي الليد بس بالمواصفات المصريه. وهي كان تجربه النظام ده لسه، فابتدينا احنا نشتغل هي الحاجات اللي هتمشي هناك. طب ايه هي الماتيريالز اللي ممكن تبقى موجوده هناك، علشان خاطر كان في من البنود، كان في بنود بند مهم جدا ان الماتيريالز اللي احنا هنستخدمها لازم تبقى موجوده هناك في المنطقه. وابتدينا ندرس اكتر الناس محتاجين ايه، طب ايه هي الكرافتس اللي بيعملوها، طيب الماتيريالز الموجوده هناك ايه، طب هم احتياجاتهم ايه، طب هيحتاجوا المسجد في انهي مكان. ابتدينا نعمل اناليسز اكتر عن المكان اللي هناك، وعن انهي مكان بالظبط اللي هيبقوا محتاجين فيه المسجد، طب هم الكثرة السكان دي موجوده فين. فده كله كان عباره عن استبيانات بنبتدي نبعتها للناس، وابتدي يعني الناس اللي هناك اللي ساكنين في المنطقه، عشان نجمع منهم اكبر قدر من المعلومات. احنا طبعا ما قدرناش ان احنا نسافر لحد اسوان، بس ابتدينا نجمع مجموعه كبيره من الفيديوز ومن الانترفيوز اللي كانت معموله مع الناس هناك. واحنا ابتدينا اوريدي نبعت لناس هناك برضو، بحيث ان احنا نعرف هم كان رايهم ايه هناك في المنطقه، رايهم ايه اوريدي في المساجد اللي كانت موجوده هناك. طب ابتدينا بقى ندرس اكتر، طب هل هم هيتقبلوا فكره السستينابيليتي، او فكره ان هم يبقى عندهم مبنى مستدام ولا لا. طب ليه اصلا احنا لما دايما بنقول كلمه مبنى مستدام بيجي في دماغنا حاجه هاي تكنولوجي، وان لازم يبقى مصروف فيها ملايين الجنيهات، ويبقى حاجه يعني ما حصلتش، طب احنا ليه ما نستخدمش الماتيريالز اصلا الموجوده هناك. فاحنا فعلا ابتدينا ده اللي احنا كنا بنبتدي نعمله في البروجكت، ان احنا بنتكلم اكتر هو ايه هي الماتيريالز اللي كانت موجوده هناك، وهي دي اللي ابتدينا نستخدمها. طب هم بيحبوا شكل الفراغ، او الفراغ المريح لعينيهم هناك، او اللي هم واخدين عليه عشان ما يبقوش خايفين من فكره ان هو يبقى ديزاين مختلف عن البيئه بتاعتهم. فابتدينا برضو نفكر طب الديزاين هيكون ايه، طب هيبقى شكله عامل ازاي، فبرضو من وجهة نظر الناس اللي هيبقوا عايشين في هناك. بعد كده ابتدينا نخش بقى في تفاصيل، طب احنا المسجد من اكتر الاماكن اللي بتستهلك فيها المية، فهنبتدي نعمل ايه في الموضوع ده. فابتدينا نعمل برضو ندور على طرق واساليب ما تبقاش مكلفة قوي، علشان خاطر لو دي حاجة ينفع ان هي فعلا تتنفذ نقدر ننفذها. فابتدينا ندور على طرق وطريقة تنقية مية، وابتدينا نحط طرق كتيرة لتنقية المية، ونحط alternatives اصلا للطرق دي. كذلك موضوع الكهرباء وان احنا ازاي نكتسب من يعني ازاي نطلع كهرباء من الرياح ومن من الأشعة الشمس اللي موجودة، وده كله كان مبني على السبيسز اللي بنحطها في المسجد. وطبعا التوجيهات والكلام ده كله كنا ابتدينا
ناخد بالنا. بعدها ابتدينا احنا نضيف شويه حاجات. طب هيبقى ايه المشكله لو احنا ابتدينا نضيف حاجات للدوم؟ فابتدينا نشتغل ان الدوم نفسها ممكن نبتدي نضيف فيها زي توربينز كده صغيره تبقى بتلف في اتجاه الرياح اللي جايه فتبتدي تولد لي كهرباء. كذلك في المأذنه فابتدينا نزود شويه حاجات ما تبانش في المسجد ان هي حاجات كبيره، بس في نفس الوقت هي بت 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 بتقدم لي يعني الخدمه اللي انا عاوزها. صور ولا البوستر بس؟ لا البوستر بس. تمام. ده كده بس كان سريعا على مسابقه الجي بي ار اس. انا هحاول يعني هعرض لكم مشروع تاني، وده كان مسابقه في جامعه الزقازيق. دي كان تطوير حرم الجامعه، ودي كنا داخلينها برضو واحنا طلبه في الكليه. ده كان اول جزء في المسابقه دي. كانت مسابقه تبع جامعه الزقازيق، وهم كانوا طرحين المسابقه دي انهم عايزين يعملوا تطوير للكامبس بتاع الجامعه. برضو احنا ابتدينا نركز على السيركيليشن بتاعه الطلبه، ومين هم اصلا اليوزرز اللي عندنا. طب ايه هم يعني هو مينلي المسابقات لما بنبتدي نشتغل فيها احنا بنركز اول حاجه نمبر 1 اليوزرز اللي عندنا ايه واحتياجاتهم ايه. فلما بنيجي نبتدي نوظف الحاجات اللي عندنا بنبتدي نشتغل على الاناليسز. هو في حد عايز يسال حاجه؟ لا اتفضلي كملي الاسئله في الاخر. تمام. ده كان الكامبس بتاع جامعه. الصوت بعيد شوية كده واضح؟ ايه كده احسن تمام. دي كانت مسابقة تمام. ده كان الكامبس بتاع جامعة الزقازيق، وبرضه هو كان مطروح مسابقة وكان داخل معانا جامعات كتير. بس برضه احب الاول اقول التيم اللي كان شغال في المسابقة دي كان باشمهندس محمد زكي، باشمهندسة تقى، وباشمهندسة فاطمة. المسابقة دي كانت واحنا في سنة رابعة عمارة. دي كانت المسابقة دي كانت مقسومة لجزئين. الجزء الأولاني كان كله بس أناليسز، وإن احنا بندرس الجامعة والكامبس وإيه البيلدينجز اللي هناك والسيركيليشن عاملة إزاي، كل الدراسات اللي ليها علاقة هناك بالكامبس بتاع الجامعة. وبعدين ابتدينا بعد ما عملنا مرحلة الدراسة، ده أخدت تقريبا 3 شهور، ابتدينا نخش بقى على المرحلة اللي بعدها وهي كانت مرحلة الديزاين. فخلينا بقى الأول نتكلم في مرحلة الاناليسز. الاناليسز احنا ابتدينا الأول ننزل، ونزلنا هناك صورنا وابتدينا نسأل الطلبة اللي هناك، وعملنا استبيان على الانترنت عشان نعرف هم ايه، يعني ايه اللي هم بيحبوه، ايه اللي هم بيحبوه، طب ايه اللي ناقص، طب ايه هي اصلا السبيسز او ايه هي الزونز اللي كانت موجودة هناك علشان نقدر من على اساسها نعمل الزونينج للمشروع بتاعنا. ابتدى البروجكت عندنا يتقسم لكذا بوينت. واحد، ابتدينا نقسم السيركيليشن بتاعت العربيات لان هما كان بيخش جوه الكامبس عربيات. 2، ابتدينا نقسم السيركيليشن بتاعت البيدسترينز كلهم، سواء بقى طلبه، دكاتره، عاملين، كل اللي كان موجودين ابتدينا نقسم السيركيليشن بتاعهم. وبعدين ابتدينا نوقع كل البيلدينجز الموجوده. بعدين ألو أنا بس ولا هو كلنا كلكم سامعين كده؟ حضراتكم سامعين؟ سامعك أنت؟ الباشمهندسة دارينا عندها النت وقع. طيب حضراتكم سامعيني؟ الحضور سامعيننا؟ حد يكتب كده على الشات أو سامعينك يا دكتور. تمام يا دكتور باشمهندس. طيب باشمهندسة آية، لحين عودة الباشمهندسة دارين موجودة باشمهندسة آية؟ تمام انا موجوده. طيب لحين عوده الارسال باشمهندسه دارين، المتحدث الرابع عندنا النهارده الباشمهندسه ايه المليجي، وهي باحثه في جامعه انهالت في المانيا، وباحثه في جامعه القاهره، وكانت في ومعيده بجامعه مصر، تمام، جامعه اكتوبر بقسم العماره،
وكانت من ضمن الفريق اللي شارك مع يعني الباشمهندسة دارين والباشمهندسة محمد وباشمهندسة آية. هم كانوا أيام ما كانوا طلاب، هي عندها التجربة المختلفة، هي كانت طالبة فبتشارك معاهم ثم معيد عليهم، فشاركت في دور السوبرفايزور والستيودنت، وحاليا هي ما شاء الله عليها بتكمل دراساتها العليا في ألمانيا. بنرحب بحضرتك، وهي التوك بتاعتها هتبقى عن الليرند ليسون اللي استفادتها هي او فريقها من المسابقات. تمام، هي الفكره بس ان باشمهندس دارين عامله شير سكرين، فاحنا مش عارف هنقدر نقفل الشير سكرين. لا انا يعني انا عملت شير سكرين من عندي فكده قفل عندها. تمام، لا هو مش ظاهر الشير بتاعك يا باشمهندس. باشمهندس اشرف او باشمهندس ظهر دلوقتي. ظهر يا دكتور. ظهر يبقى متاخر عندنا. طيب الكلمه للباشمهندسه آية، ولو قدرنا نتواصل مع الباشمهندسه دارين هتواصل معها هاتفيا، وبعد كده هنفتح الاسئله. اللي عايز يسال يرفع رايز هاند يعني، وهنكتب بالترتيب وهندي الكلمات لحضراتكم. وما تقلقوش، الفورم هينزل في اخر السيشن، يعني هينزل لكل اللي حضر ان شاء الله، هتنزل الشهادات. وفي نفس الوقت هنتلقى اقتراحات حضراتكم من السيشن الجايه ان شاء الله قبل ما نقفل، يعني لان انا في ناس كتير عماله تبعت لي عايزين موضوع كذا، عايزين نتكلم عن المسابقات الرسميه للمعماريين يعني، وكل كلام حضراتكم مقدر، وان شاء الله هنحاول نستجيب لكل الافكار ان شاء الله رب العالمين. الكلمة مع المهندسة آية المليجي ومع حضرتك 10 دقايق عشان الوقت. ماشي حاضر. طبعا يعني شرف كبير ليا ان انا ابقى مع دكتور احمد راشد ومع المجموعة العظيمة دي كلها، وبحضور دكتور ياسر محجوب، فطبعا ده شرف كبير لينا. انا في البداية كان دكتور ياسر محبوب يمكن كان كاتب كومنت على في الشات على ان احنا المسابقات لازم تكون فيها فرق ما بين اللي هي المسابقات المخصصة للستودنتس والمسابقات التانية. طبعا هو البوينت دي يعني اتفق معاه تماما فيها، برغم ان كانت المسابقة بتاعت Green Pyramids كانت جنرال اكتر، وزي ما دارين كانت بتقول هي Green Pyramids كانت أول مسابقة احنا دخلنا فيها. طبعا كان الشكر طبعا كان كله الدكتور أحمد هارون والدكتور أحمد راشد، لأن هما اللي شجعونا ندخل، كنا احنا يمكن برضو لسه كطلبة يعني مش حاسين ان احنا عندنا الكابابيلتيز او القدرات اللي تأهلنا ان احنا ندخل في مسابقات وفي مكاتب تانية هتدخل معانا، فيمكن كان عندنا احساس ان احنا اكيد مش هنعمل حاجة في وسطهم يعني. يمكن انا الجزء اللي انا هتكلم فيه كتعليقا برضه على دكتور ياسر محجوب ودكتوره ريهام الدسوقي، فكره ان المشاريع احنا استفدنا منها ايه، وايه التغيير اللي ممكن يحصل فيها، وكطلبه بتفرق معاهم ازاي. زي ما قلت احنا اول مسابقه دخلناها كنا لسه طلبه، برضه كان الفكر بتاعنا بحد كبير جدا، اللي هو فكره ان انت ما بتيجي تدخل مسابقه انت بتعمل 3D Max هو المهم، والpresentation skills، وان انت ازاي تعمل صور مبهجة. طبعا كطالب بتبقى في الاول مبهور قوي بالحاجات دي، فحاسس ان انت عايز هو ده اللي انت عايز تعمله في المسابقات. المسابقات فرقت معانا جدا، لان احنا بعد شوية بدأنا نحس بالفرق، ان انت طبعا هو الـ3D Max والصور والحاجات دي كلها والrendering بيوصل فكرتك بالطريقة مبسطة للناس اللي هي ما عندهاش ممكن خبرات او كده، بس انت ما بتكون داخل مسابقات دول كلهم ناس اساتذه معماريين وكلهم عندهم اكسبيرينس انف، فانت الرؤيه الاهم اللي انت تحاول تخش فيها هي اللي هي تبقى تو ذا بوينت، او تبقى انت داخل في صلب الموضوع. المسابقه محتاجه 1 2 3، هم دول اللي انت بتركز فيهم، وهم دول اللي انت لما تيجي تشتغل عليهم تعمل لهم برزنتيشن بشكل سليم جدا جدا. وده يمكن اللي احنا عملناه او اللي اتعمل في مسابقه الجرين بيراميدز. كان الريبورت اللي اتعمل فيها كان تفصيلي جدا، زي ما دارين شرحت يمكن باستفاضه، ولو كملت كان هيبقى الموضوع جميل جدا. اتعمل الريبورت فيها بشكل تفصيلي جدا، ديتيلز جدا، كل حاجه واضحه فيها، كل فكره احنا عايزين نوصلها اتنقلت فيها بشكل سليم، والحمد لله. طبعا بالرغم ان هي كانت اول مسابقه بس الحمد لله كسبنا فيها. هتكلم بعد كده على الحاجات اللي احنا فهمنا منها ان احنا وقعنا في مشاكل في حاجات معينه، فده اللي استفدنا بيه عشان نخش بيه للمسابقه اللي بعديها واللي بعديها.
كطلبة طبعاً دخلنا برضو في مسابقة اللي هي Peace Pavilion، ودي كانت مسابقة كان هدفها إن إحنا بنعمل مكان دور زي برضو دور عبادة، نفس الفكرة شوية، أو سوري مش دور عبادة، دور بي 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 يعني زي ميموري للناس اللي هم توفوا في أحداث معينة في السنغال. إحنا لما جينا اشتغلنا عليها، يمكن برضو محمد قال في الأول إحنا كنا بنعمل تيم ونعمل فريق، ودي بوينت مهمة جداً كان محمد بيتكلم عليها، محمد زكي، إن إحنا أهم حاجة التيم نكون بنكمل بعض. أنت كطالب لما بتخش في أي مسابقة أنت لسه ما عندكش experience enough، أنت لسه عندك الخبرات بتاعتك بتاعة الديزاين اللي أنت بتخش فيه في الكلية. المهم طبعا اكيد مش هنقدر نقول ان غير ان الدكاتره بيبقوا جنبك بيساعدوك بيساندوك بيقولوا لك دي صح دي غلط اعمل دي اعمل دي، فانت عندك حد بيوجهك اول باول. انما في المسابقات انت ما عندكش حد بيوجهك غير البروشور اللي نازل على الريكويرمنتس بتاعه المسابقه دي. فاحنا يمكن في البيس بافيليون كان عندنا افكار حلوه جدا جدا ورؤيه حلوه جدا جدا، بس يمكن الحاجه اللي احنا وقعنا فيها ان احنا عملناها كانها برضو تسليمه في الكليه، ان احنا عملنا كان الاهتمام اكتر بفكره السكرين او يعني شطات كتير ولقطات كتير، البانر زحمه علشان نحس ان في حاجات كتيره، دخلنا في ديتيلز كتيره جدا وهي كلها كانت ديتيلز حلوه جدا، ويمكن لو دخلنا في تفاصيل وعملنا زوم عليها هنلاقي ان كان في حاجات كتيره معموله وافكار حلوه جدا جدا، بس كبرزنتيشن وايز هو مش ده اللي مطلوب في المسابقات الانترناشنال. المسابقات الانترناشنال بتبقى عايزه حاجه دقيقه واضحه اي حد بيفهمها، والبرزنتيشن نفسها بسيطه. لو جينا نشوف يعني مثلا احنا هنا كنا عاملين فكره فيها من الحاجات المهمه فيها ان احنا كنا عاملين جزء هنا اللي هو حاجه روحانيات، لان هي ما كانوا دي كانت جزء مطلوب فيها ان يبقى فيه جزء مكان فيها بيساعد شويه على الروحانيات، فكنا عاملين جزء فيها حلو جدا وفكرته كانت حلوه جدا، بس لو بصينا على الديزاين هنلاقي ان هو في الاخر ما كانتش ظاهره قوي. لو جينا نشوف المشروع اللي كسب فيها هنلاقي ان هو برضو كان عامل نفس الفكره بتاعتنا، طبعا بطريقه مختلفه وبرؤيه مختلفه، بس لو جينا نبص على البرزنتيشن بتاعته برزنتيشن بسيطه جدا جدا جدا، موضح فيها الحاجات المهمه هي تو ذا بوينت او داخل في صلب الموضوع، دي حاجه مهمه فهو وضحها. فدي يمكن كانت نقطه احنا اتعلمنا جدا جدا من المسابقه دي، برغم ان احنا عملنا فيها مجهود كبير قوي وتعبنا فيها جدا وحاولنا نحط فيها كل الافكار اللي عندنا، بس وقعنا في المشكلة بتاعت ان احنا دخلنا في تفاصيل بزيادة وحطينا كل حاجة احنا فكرنا فيها. فدي بوينت اتعلمنا منها كويس جدا جدا بعد كده، فكرة ان انت تبقى حاجتك كلها تخش في صلب الموضوع وتبسطها على قد ما تقدر. ال 3D Max والحاجات طبعا هو هنا طبعا عامل برضو 3D وكل حاجة وموضح الفكرة بس بشكل بسيط، هو ده المطلوب. لو جينا نخش في المسابقات يعني يمكن بعد كده لما بدات اخش في مسابقات في مسابقه في المانيا، يعني لما دخلت رحت اعمل ماسترز في المانيا، فرق معايا في حاجه ان انا من المسابقه دي يمكن كنت اتعلمت منها الجزء ده. في المانيا لقيت الموضوع نفس الفكره، يعني هم يمكن ادونا توجيهات معينه ان ده دي مثلا student competition حاجه اسمها البي دي ال اي في المانيا. لو جينا بصينا ده كان مركز اول برضو هناك، هنلاقي نبص ان البرزنتيشن بتاعته بسيطه جدا، الالوان كلها بسيطه جدا اللي هو جراي فاتح في اخضر غامق في اخضر فاتح ازرق خفيف قوي اللي هو بيعبر عن السماء. هنلاقي البرزنتيشن بسيطه وفي نفس الوقت داخل في الموضوع، هو عامل اناليسس فوق داخل هنا، يمكن الكونسبت بتاعه شرحه بطريقه مبسطه ان هو عامل بيشرح ان هنا في كذا وهنا في كذا، دي الحاجات المهمه اللي موجوده في المشروع بتاعه، فهو بيوصلها بشكل بسيط المشروع اللي هو السهل الممتنع، يعني هو انت تحس ان هو بس كده ده هي صفحه فيها ثلاث صور وخلاص، بس الثلاث صور دول هو بيتكلم فيها على الحاجه المطلوبه بشكل دقيق جدا وبشكل تو ذا بوينت جدا جدا جدا. فهي دي المسابقات اللي بتكسب بره، هو ده اللي مطلوب بره. يمكن احنا عندنا كطلبه الحاجات دي زي ما كان دكتور ياسر بيتكلم ودكتوره ريهام ان الحاجات دي محتاجين ان الطلبه تتعلم الحاجات دي، محتاجين نبقى عارفين ايه هي الاليه اللي الحاجات دي تتنفذ بيها. برضو المشاريع دي كلها لما بتتعمل بره بتبقى مشاريع الميونسيباليتي او اللي هي الجهات الحكوميه، هم عايزين يطوروا الميدان ده مجرد ميدان بس، هم عايزين يطوروا الميدان ده فبيدوها للطلبه. الطلبه
تبدا تشتغل عليها. فهم كده اولا بيدربوا الطلبه على اللي الحكومه محتاجاه ايه او المجتمع نفسه محتاجه ايه، وفي نفس الوقت الطلبه بتبدا تاخد اكسبيرينس ان هي لما تروح تشتغل في مكاتب بعد كده تبقى عارفه ايه اللي مطلوب وايه الرولز المطلوبه وكل الاليات اللي بتتعمل وعشان التنفيذ. وفعلا زي ما دكتور ياسر ودكتوره ريهام بيقولوا ان الطالب، يعني دكتور ياسر كان بيتكلم عن كان زمان في الثمانينات كان في مشاريع اتعملت والطلبه اشتركوا فيها وكسب واتنفذت. لما طالب مشروعه يبدا يتنفذ، يعني ده مشروع المفروض ان هو ده اللي هيتنفذ، لما المشروع بتاعه يبدا يتنفذ الطالب هياخد ثقه، هيبقى عارف ايه اللي مطلوب في سوق العمل، هيبقى عارف يوجه بعد كده امكانياته ازاي. يمكن زكي ورالنا ازاي ابلكيشنز كتيره، يمكن الابلكيشنز دي احنا كنا في الكليه مثلا ما اتعلمناهاش، بس احنا واحنا اثناء ما احنا في الكليه لما دخلنا مسابقه عرفنا ان دي الابلكيشن دي محتاجينها ودي محتاجينها ودي محتاجينها، فبدانا نتعلم بنفسنا. لما بنيجي نعمل التيم احنا عارفين ان زكي شاطر في الابلكيشن معينه، دارين شاطره في حاجه معينه، ايه شاطره في حاجه معينه، رامي شاطر في حاجه كل واحد فينا عنده قدرات في حاجه معينه، فاحنا في الاخر بنكمل بعض، واللي عنده حته ناقصه بيبدا يتعلمها من على اليوتيوب يبدا يكملها. فبالتالي لما بدانا نخش في مرحله مثلا ان انا معيده على زكي ودارين وكده، خلاص في حاجات معينه بقيت عارفه ان احنا كاكسبيرينس او في مجال الشغل محتاجين الحته دي. لما بدات اخش هناك كطالبه تاني ماجستير في المانيا، خلاص بقيت عارفه ان في السكيلز دي اللي بتبقى مطلوبه، اتعلمت حاجات تانية كمان مطلوبه. ويمكن اللي بيبقى حلو بعد كده ان احنا ما بيننا وبين بعض، يعني زكي برضه مشتغل في دي ام جي، كل واحد فينا لما بيعرف حاجه جديده هو بيروح يعلمها للتاني. ودي النقطه المهمه جدا 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 في المسابقات، ان الفريق كله بيتعلم من بعض وان الفريق كله بيكمل بعض. والنقطه المهمه ان احنا مش بنخش مسابقات، انا مش لازم اكسب في كل المسابقات اللي احنا بنخشها، هو اهم حاجه في المسابقه انك تتعلم اكسبيرينس، الاكسبيرينس اللي انت مش واخدها في الكليه. الكليه بتدي لك اساسيات كتيره جدا جدا جدا، بس فاضل لك حاجه معينه تكه معينه كده المسابقات هي اللي بتديها لك. في نقطه كمان كنت عايزه اقولها، ان انت اهم حاجه ما تخش مسابقه انك تشوف الجوري اللي بيحكمه هم طالبين ايه، هم عايزين ايه، هم رؤيتهم ايه، هم مشاريعهم شكلها عامل ازاي. فيمكن برضو في المسابقه اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعه البافيليون كان حاجه كانت مهمه جدا ان احنا كنا نخش نبص عليها، دي كانت المسابقات اللي قبل كده. لو جينا بصينا على المسابقات اللي قبل كلها كده اللي كلها كسبت في نفس المجال اللي فيه نفس الجوري اللي بيحكمه، هنلاقيهم كلهم متبعين نفس الفكره ان هي السهل الممتنع، هي حاجه سهله جدا، البرزنتيشن بسيطه جدا ما فيهاش اي زيادات، وكل حاجه تو ذا بوينت، انت رايح للنقطه اللي انت عايزها وبس. فدي يمكن من اهم حاجه احنا محتاجين نتعلمها لما نيجي نخش في اي مسابقات، ان انت مش داخل طبعا اكيد يا رب نكسب كل المسابقات، بس هو اهم حاجه الاكسبيرينس اللي انت داخل تتعلمها في كل حاجه جديده. السنغال عايزين حاجه معينه بالشكل معين، لما دخلنا الاسلا محتاجينها بحاجه معينه، برغم ان الاسلا والافرا دخلنا تقريبا مشروع يعني اولموست كان في نفس المكان، بس لما جينا نقدمه هو في الاسلا كان مختلف تماما عن لما قدمناه في الافلا، برغم ان هما الاثنين كانوا مشروع في نفس اللي هو شارع الاشراف مثلا او كده. دول محتاجين حاجات معينه ودول محتاجين حاجات معينه. فيمكن دي اهم نقطه في المسابقات، وبتفرق معاك بعد كده في شخصيتك، وبتفرق معاك بعد كده في الاكسبيرينس بتاعتك لما تيجي تشتغل في اي حته، انك كل حاجه فيهم بتزرع فيك حاجه جديده مش هتتعلمها غير لو دخلت في المسابقات دي، وغير لو جربت في حتت مختلفه واماكن مختلفه. فيعني اعتقد دي كانت اهم حاجه بالنسبه لنا كطلبه، وبعد كده كمعيدين، وبعد كده دلوقتي كطلبه ماجستير تاني او موظفين في بدانا في الشركات كمان، هي الاكسبيرينس اللي انت بتطلع بيها من كل حاجه، وما تستناش ابدا الكمال ان انت هتكسب في كل المسابقات او انت، يعني اهم حاجه اللي انت طالع بيه من كل مسابقه، يعني يمكن دي اهم حاجه. وطبعا عايز اشكر الدكتور احمد راشد جدا، لان ودكتور احمد هارون، لان هما الاثنين اصحاب الفضل علينا في حته المسابقات، لان هما اللي شجعونا برغم ان احنا كنا خايفين، بس بصراحه هما اللي شجعونا جدا. ويمكن احنا بعد كده يعني خلاص بقت ادمان بالنسبه لنا، يعني يمكن طول النهار بندور على مسابقات، بنجري ورا مسابقات. يعني يمكن زكي برده هو الزعيم بتاعنا في حته انه يقعد يدور لنا على مسابقات ونخش في مسابقات. فيعني انا بشكركم جدا جدا، لان لولاكم طبعا ما كناش بنتكلم النهارده هنا، ما كناش يعني لولا ثقتكم فينا وتشجيعكم لينا، فيعني اشكركم جدا. ربنا يكرمك يا باشمهندسه. الله يخليك. لو يعني كل يعني انا اشكرك، بس يعني لولا ان انتم بتجتهدوا بتشوفوا مكانكم وتدخلوا على المستوى المحلي ثم المستوى العالمي،
ده باجتهادكم وده حقكم يعني، وده دورنا كلنا ان احنا نكمل بعض. انا عجبني كلمه حضرتك ان احنا كلنا بنشارك المعارف مع بعض، ومش مهم نكسب، المهم نشارك في العمل ونشارك المعارف، وكل واحد مننا يشارك الثاني. الباشمهندسه دارين وصلت معانا، رجعت النت. هو انا كنت عاوزه اقول حاجه برضو يا دكتور، المهم في المسابقات دي فكره دايما يبقى فيه ان احنا كنا بنبدل مع بعض كل مره مين التيم ليدر، لان برضو لما بيبقى فيه حد معين هو التيم ليدر هو غصب عنه بيتعلم حاجات ما كانش هيتعلمها لو كان عضو في الفريق. يعني في حاجات كده كنا بنسيبها، يعني يمكن نفتكر كان في مسابقه بتاعه الافله والاسله، لما كان بيبقى في حد تيم ليدر كان الشخص الثاني تيم ليدر مسؤول عن هو بيظبط كل الحاجات الاوتلاين والحاجات المطلوبه والحاجات دي كلها والفينشنج بتاعها عشان يبعت والحاجات دي، وبيبقى في حد ثاني او الاثنين الثاني. انا المهندس يزن محادين كمان من الاردن وهو عضو في الاسله، يعني صح يا باشمهندس يزن؟ يعني معانا ناس من الاسله يعني، ومعماري اردني وخريج جامعه القاهره في مصر يعني، ومن الناس النشيطين جدا في المستوى العربي يعني، والوالد الفاضل يعني. طيب يعني احنا حضراتكم هنبدا نفتح النقاش، بس انا هنستاذن حضراتكم نبدا اللي عايز يواجه اسئله او يواجه اطروحات، واحنا وانا كمناقش يعني شايف الدايلوج، عايزين نبدا بالدكتور رياس المحجوب يطرح فكرته ورؤيته. انا شايف النقاش حامي على الشات، فننقله من الشات للبابليك عشان برضو يعني انا اتفق مع حضرتك 100% ومستمتع بالنقاش، بس عايز انقله للشباب يعني. استاذنا دكتور ياسر محبوب اتفضل يا فندم. الله يخليك يا دكتور احمد، شرف لي ان انا معاكم في المعاده دي، وشكرا للدكتور احمد على ان هو نبهني للويبر دوت النهارده، واشكر على الاستضافة. الحقيقة هي يعني نقط محددة كان كتبت أغلبها في الشات عشان ما ننساش. المسابقات فيها مشكلة وضع المسابقة نفسها، أول نقطة أتكلم عليها نفسها محدد وواضح. دكتور ياسر في صدى صوت، حضرتك فتح تو أكاونت تقريبا. لا الصوت واطي، في كده ما فيهوش. يعني حضرتك فتح تو اكونت، اقفل واحد عشان في واحد فيهم، يبقى طيب. اقفل الصوت في واحد فيهم من غير لا إيه؟ لا ما هو السماعه السبيكر بيعمل ريبيت يعني. حضرتك سامعني؟ لازم يا دكتور نضحي بواحد فيهم. فيهم ها؟ في اثنين مفتوحين. لا او اللي مفتوح اقفل الساوند فيه خالص. المفتوح ممكن تقفل الساوند فيه السماعات نفسها يعني، لان السبيكر بيدي صدى صوت. طيب كده. اتفضل حضرتك. كده واضح؟ ولا مش واضح؟ برضه مش واضح؟ اصل الكلام بيتكرر صدى صوت، يعني حضرتك بتتكلم ويجي الصدى بعده. طيب اعمل حضرتك اعمل ميوت للسماعة بتاعت التاني. عامل له ميوت والله السماعة مش المايك. الاثنين عامل لهم ميوت. هاي ميوت فضح حضرتك. الاثنين عامل لهم ميوت. طيب هو يعني النقطة الأولى بتاعتي إن وضع المسابقات نفسها عايز يبقى متحدد في المستوى الجهة، ما نسيبش الموضوع مفتوح طبعا، وممارسين ومعماريين عندهم خبرة طويلة، لازم يرتبط برضو دلوقتي في يعني مستويات محدة للطاو ودفع تعليمية وليرنينج مطلوبة. فأعتقد المسابقات مفروض أنها تبقى موجهة ناحية المستويات دي، بحيث أن الطالب لما يبقى بيتنافس مع
نفس المستوى اللي هو يعني تعليميا. يعني المسابقات برضو شايف انها دعمها كبير جدا زياده عن اللزوم، فبتتحول الى احلام وامال كبيره ما بتتحققش في اغلب الوقت على ارض الواقع. كوب بتاع المسابقه بقى يعني اصغر وتارجتنج اكتر ان هو يبقى شيء منتج في انتاج فعلا في النهايه على الطبيعه، حتى لو كان ماده بناء جديده، حتى لو كان يعني نموذج لوحده صغيره يتم بنائها. في المسابقات يعني زي ما كلنا شفنا في تاريخ المسابقات، عمر ما كانت الرسومات الكتير والمناظير الكتير والجرافيكس الكتير هي اللي بتنجح المسابقه، بالعكس دي احيانا بتضيع المسابقه وتضيع الفكره وتضيع المفهوم اللي لجنه التحكيم منتظرها. اولا واخيرا اللي بيكتب شروط المسابقه دول ناس عندهم فكره وعندهم يعني رؤيه معينه، لازم الواحد يقرا ما بين السطور بعمق ويحاول ان هو يوصل الى المفاهيم اللي موجوده عندهم، ومش شرط ابدا وراها بالعكس، بس يعرف ازاي يغير مفاهيمهم الى مفاهيم جديده، ان ياخد بايدهم كده خطوه خطوه الى او الاتجاه اللي هو عايزه. احنا عندنا مشكله طبعا في التعليم المعماري، كله منصب على البرودكت اكتر من البروسس. الطلبه بنشوف دلوقتي كتير شغال على الطلبه تعمل مناظير وتعمل مشاريع، كل له كبير نتيجه فيه اهتمام بالاند اكتر من وفي غياب الحقيقه كبير ل يعني مثل البعد الفلسفي والبعد يعني الايديولوجيكال يعني في الفكر، وازاي الطالب يقدر ان هو يعبر عنها ويتكلم عنها. فانا اعتقد المسابقات شيء جزء اساسي من مهن المرة، سواء اثناء التعليم المعماري او اثناء ممارسه المهنه. والحقيقه شفنا مشاريع كتير وحكمت انا الحمد لله مسابقات كتير. الفكره اللي بتنجح هي الفكره اللي ساعه لما المحكم بيغمض عينه ويروح بيته بيفضل فاكرها في مخه، مش بكثره الرسومات ولا بالمناظير ولا بالاخراج. ازاي المحكم ازاي توصل ان اللي بيحكم المسابقه لما يغمض عينه ويروح لمسابقه ثانيه يقول لك لا انا فاكر المسابقه اللي قبل دي، او يعني طبعا قصه اوبرا سيدني معروفه للجميع، ان المشروع بتاع جورن ادزن ده كان مشروع مرفوض من اللجنه، لكن لما محكم دخل وقال لهم لا ازاي ترفضوا حاجه زي دي، ده هو اللي يكسب، وفعلا كسب وتنفذ لان فكرته لزقت في مخ المحكم. يعني المجهود اللي بيتحط في الرسومات والاخراج لو جزء منه حط في مرحله الفكره والفلسفه والرؤيه، اعتقد ده هيبقى يعني جزء مهم من التغيير في بالنسبه للي بيدخل المسابقه نفسها. وشكرا على اتاحه الفرصه ليا للكلام واشكركم جدا. نشكرك يا دكتور. دكتور ابراهيم معطيه من المملكه العربيه السعوديه، وبعدين المهندس حسن امير. يعني دكتور ابراهيم اتفضل حضرتك. السلام عليكم دكتور، وبارك الله في الجامعة الغفير، ما شاء الله ربنا يجزيكم خير وكلكم من خير وفضل الناس. هو أنا طبعا بالنسبة يعني بس يعني بالنسبة لأي مسابقة بتتعمل بيبقى لها حاجة اسمها رولز وستاندرد، والرولز والستاندرز والكونسبت نفسه بيبقى عند كل اللي هم مشتركين في المسابقة. فطالما أنت يعني في فكرة أنت عاوز توصلها زي ما قال الدكتور من شوية، وعاوز تخليها تبقى هي الشعاع اللي الناس مجرد ما بتشوفه بتبقى فاكراه على طول، هو فعلا لو كل واحد بيبقى عنده مجموعه من الافكار وعاوز يطبقها من خلال الرولز اللي موجوده ديت مع
الغرض من الدخول للمسابقة، لأن أي مسابقة لها غرض ولها فائدة معينة ولها أهمية معينة. فلو أنت قدرت تحصل على الغرض بتاع المسابقة، وأنا بدخل المسابقة ليه وبعمل إيه وإزاي إن أنا أكون فريق عمل، وكل فريق عمل عارف بيعمل إيه، وزي ما قال المهندسة من شوية ومحمد زكي برضو، إن كل واحد عارف عليه سكوب معين وعليه تاسك معينة، وكلهم تيم ورك واحد، كل واحد بيعلم التاني وكل واحد بيساعد التاني وكل واحد عارف معلومة بيعرفها للتاني، ده حاجة ممتازة جدا. أنا نصحتي إن الناس كلها اللي هم شغالين على تيم ورك أو على جروب ويدخلوا مسابقة، إنهم الأول داخلين المسابقة ليه وهعمل إيه وإزاي، ولازم أكسب، لازم أكسب بمجهود، ولازم أكسب بفكرتي، ولازم أكسب بإن إحنا كلنا نوحد أفكارنا عشان نقدر نوصل لهدف واحد. ده اللي أنا عاوز المشاركة بتاعتي، وشكرا أفضل. أشكرك دكتور إبراهيم. معلش يا جماعة، حد كل واحد يعرف نفسه، وحضرتك دكتور إبراهيم عرف نفسك بالناس عشان برضو إيه يعني كل المتحدث يعرف نفسه عشان الناس تعرفه. حضرتك دكتور في جامعة إيه؟ أنا جامعة الزقازيق، حاليا في السعودية جامعة الزقازيق تخصص كهرباء. أهلا الله يبارك فيك. وأنا حاليا في السعودية بالرياض تشهد. شرفنا فندم. المهندس حسن أمير فضل، وأرجو التعريف بنفسك الأول قبل المتحدث. فضل مهندس حسن. بما ان لسه ما فيش حد عنده اسئله، انا هابدا اوجه اسئله. السؤال الاولاني للدكتور احمد راشد، هل المؤسسه الاكاديميه بتستفيد بان هي ترعى مسابقه او تنظم مسابقه، وايه هي وجه الاستفاده لو في استفاده؟ طبعا بص، برضو انا عايز اوضح ان المسابقات انواع وانماط متعدده جدا، وممكن تبقى يعني على سكيل مثلا كنت لو عايز مبنى لهدف محدد، ممكن شركه او مؤسسه هي اللي تكون بتستهدفه. في الحاله اللي عندنا احنا مركز استدامه ودراسات مستقبل، احنا بندور على السيناريوهات، احنا بندور نقتحم الغير متعارف عليه في المرحله دي انه ممكن في وقت معين يتحقق. وحضر مثال بسيط جدا، الهرم الاخضر. الهرم الاخضر ده، هل احنا نقبل ان احنا نستمر ندور على الليد وكل طاقات الشباب دول يبحثوا على الليد، ويبقى هو ده هدفهم الوحيد انهم يتفننوا ويبذلوا مجهود ويدفعوا فلوس ان هم يتخصصوا فيه عشان بناء اخضر؟ طيب المعادله الثانيه، مركز بحوث البناء والاسكان ادفع مصاريف وطاقات ودراسات، واتعملت محاولات مرة اثنين وثلاثة، ولا طلعت مليون دراسة تقول ان الهرم الاخضر غير مكتمل، وبدأ عليه نوع من انواع الانتقادات، وهو لم يجرب او لم يقرأ حتى. في خلال المرحلة دي انت كده كمركز بتحاول انك انت تكون لك بعد دراسي. كان في كمان محاولات اخرى خرجت على البناء الاخضر تختلف عن الهرم الاخضر وموجودة في الساحة، واختارت ثلاثة ايتمز. ومش بدخل أنا بقى في هذا الصراع اللي هو أيهما الأحق، سواء البناء الأخضر مين اللي مسؤول عنه، لكن كانت الفكرة طب ما نجربه. أنا عايز أقولك إن أكاديمية البحث العلمي بتحاول تعمل دراسات ومسابقات، وبرضه بتبقى عايزة أفكار خارج السياق. مركز بحوث البناء والإسكان كان بالنسبة له زي ما الطالب داخل المسابقة، هم داخلين المسابقة، هم كانوا بيقروا المعايير اللي مكتوبة، بيحاولوا إن هم يقيموا المنتج اللي طلع. أساتذتنا الأفاضل دكتور مراد عبد القادر، الدكتور أحمد عبدين، الدكتور عباس الزعفراني، الدكتور مؤمن عفيفي، كل اللي شاركوا بعض منهم في إعداد هذا المستند كان أول مرة يعملوا له تيستينج. بتتكلم على حاجات متعلقة بالطاقة، حاجات متعلقة بالتكييف، حاجات بالتهوية، في حاجات متعلقة بالماتيريال. فكانت التجربة نفسها، هتيجي تقول لي كمنظمة أو كمؤسسة بتدور على جزء في العلم يطبق، إنه ممكن في المستقبل إنه يبقى حقيقة، وفي نفس الوقت نتعلمه كلنا، فهي عملية تعليمية تحدية كل. عشان كده كانت زي ما آية وزي ما محمد زكي وزي ما دارين قالوا، كانت المشكلة انك انت قايل ان 40% على التقرير،
يا جماعه المسابقات دايما عايزه الرسومات وعايزه الالوان وعايزه الاشكال وعايزه التصميم. حتى المحاكمين المعماريين كانوا حاسين ان القدر بتاع المعايير والمفاهيم واخد اكبر من حجم التصميم اللي هينطلقوا فيه. فبقول لهم ده تيم وورك، مفترض هو اللي هيطلع المبنى عشان يبقى اخضر، لان المبنى مش هيبقى اخضر بفكره معماري. ده انت المشكله بتاعت البناء الاخضر ده انك انت عايز شركات وعايز ماتيريال تتوفر وعايز سوق عمل كله يتظبط. فطب ما نخلي المسابقه وسيله تظبيط تطبيقي، فيراجع بيه الهرم الاخضر، يتبص في النواقص، ويبقى برضو الشباب دول بدأوا يطلعوا جيل، هم اللي بقى ممكن يتخرجوا، هم اللي يدافعوا عنه، هم اللي يشتغلوا عليه. ومعاك احنا لسه عايزين ندخل في المرحلة الثانية بتاعته والمرحلة الثالثة بتاعته، لان كل شوية يهمه عشان يبقى موجود. لكن الهدف الاسمى مش هدف الجائزة، وان كانت الجائزة مهمة. عشان كده كانت المشكلة اللي عندهم برضو انك بتقوله قيم، قيم شغلك، قول هيتحط في انهي كاتيجوري، هيبقى سيلفر ولا هيبقى جولدن ولا. وكنت حاطط الجائزه الكامله لواحد بس جولدن، وفي ناس تانية جولدن مش هياخدوا جوائز، بس هيبقوا الشرف انهم عملوا تصميم مبنى جولدن، فيقدر يقولوا لما يجوا يشتغلوا السوق انا عملت مبنى جولدن بالجرين بيراميد. لكن كجائزه ان قدرت احكم نفسي واعمل دراستي واقيم نفسي واعرف مستوايا، وده اللي خلاهم خدوا السيلفر، جائزه اولى سيلفر مش جائزه اولى في المشروع كله. هي كانت في فلسفه، فطالما في فلسفه والفلسفه دي قايمه على كل المخرجات اللي قبل كده اللي شرحتها، وانت عايز تبتدي توجد مبنى محايد هو مبنى دور عباده. عشان لو كنت اخترت مدرسه طب ما هي طلاب ومدرسين بس، لو اخترت مصنع عمال وصناعه بس. فده اللي انا عايز اقوله، المؤسسه لازم تبقى عارفه، يعني دايما بقول الجمله دي، الواعي قبل الساعي. لا احنا عارفين انها في وسط المنظومه بتاعه المركز، دي خطوة من الخطوات اللي هتتبعها بعد كده إن شاء الله خطوات تانية بنحاول نتكملها. وعارفين إن دايماً بيبقى فيه تقصير، لأن إحنا دايماً بنحاول نبقى عندنا مبادرات قد لا تفهم، بس هي مش 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 منعة إن إحنا دايماً بنقول إيه، هو العلم عبارة عن تحدي. يا جماعة ناسا قالت إنها تستعمر المريخ في 100 سنة، عدى منهم 27 سنة. كل اللي دخل اللي بيدخلوا المسابقات والتجارب من علماء وأفكار هيموتوا ومش هيحضروه في الواقع بتاعه، لكن ماشيين بالخطوات بتاعتها. اللي احنا بنستهدفه ان احنا عشان نتعامل مع الصحراء، زي ما ناسا عايزة تطلع الفضاء احنا نطلع الصحراء، فنجرب مرة واثنين وثلاثة، ويبقى عندنا سايكل اثنين وثلاثة، فيطلع دارين ويطلع محمد زكي وتطلع آية ويطلع طلابهم. اللي انا عايز اقوله ان اللي دخلوا المسابقات في 2010 اصبحوا دلوقتي اساتذة في جامعات كثيرة، وهم اللي بقوا بيوجهوا الطلاب بتاعهم. هي عملية كده، هو ده الهدف، هو ده المنتج والمخرج بتاع المؤسسة. وعايزة تتكامل مع مؤسسات تانية، وعارفة ان لها مؤسسات، في مؤسسات تانية بتؤدي أدوارها، تعمل مسابقات أكثر واقعية، ولكن الواقع أيوما. احنا بنسمي الواقع على أساس ايه؟ هل الواقع اللي بنوقعه دلوقتي وننساه، ولا الواقع اللي احنا نعيش معانا فنبنيه في المستقبل فيصبح واقع؟ هي ده الاختلاف اللي موجود. بس برضو خلاف ان المسابقات نفسها ممكن تعمل مسابقات، ازاي انها تبقى مسابقات؟ بتوجه لك اسئله كتير يا دكتور احمد راشد والله. تحت امرك. في سؤال تاني يا جماعه، اللي عايز يسال بصوته يقدر يرفع ايده ويسال، اللي عايز يبعت على الشات يسال. في سؤال موجه لحضرتك كباحث، هل النشر في مؤتمر علمي افضل ام المشاركه في مسابقه بالنسبه للباحث وقابليه التطبيق؟ يعني بقارن، لو ممكن تفيدوني. انا ممكن اجاوب على جزء، هو انا مش هتكلم على الجزء اللي في مصر، هسيب استاذنا دكتور احمد راشد. في جامعات في العالم بتعتبر الدخول في مسابقه والحصول على مركز فيها، يعني الجامعه اللي انا درست فيها الدكتوراه بره مصر كانت بتعتبر لطالب الدكتوراه او طالب الماجستير او طالب الاندرجراد الحصول على مركز في مسابقه معينه، بينزلوا لستة مسابقات سنويه عالميه، دي تعتبر كنشر. في مصر بقى استاذنا دكتور احمد راشد هو اللي بيشرف على دراسات عليا كتير في مصر. اتفضل. انا عايز اوضح حاجه، مثلا يعني هو المهندس عادل توفيق لما شاف الفيلم اللي هم الشباب كانوا عاملينه الخمس دقائق، فكان التعليق بتاعه ان كل الافكار دي وردت في رؤيه 2030. انا بس كنت عايز اوضح له ان الافكار دي لما طلعوها الشباب ما كانتش رؤيه 2030 اصلا اتكتب فيها خط. يعني الشباب دول كانوا سابقين رؤيه 2030، لان المنتج بتاعهم لما بداوه في 2011 وطلع في 2012
اللي حضرتك شفته ده طلع في 2012، رؤية مصر 2030 طلعت بعد كده في 2015. أنا عايز أقوله إن ممكن تلاقي شباب واعي كان متفهم إن الاستدامة والأفكار والرؤى دي يسبقوا بيها الأحداث. عشان كده أنا عايز أقوله إيه؟ أولاً عملية الفوز والهزيمة دي معيارية. أنا بقول لك حسن فتحي أخطأنا أكثر بكثير من نتعلم من نجاحاتنا. اللي بيوصل لجائزة في بعض الأحيان يهبط، لكن اللي دايماً عنده هذا التحدي، عندي زمايل كتير، عندي الدكتور أسامة فرج دايماً بيدخل مسابقات، عامل كتاب على المسابقات اللي لم يربحها قيمتها أكثر بكثير من اللي كسبها. فهي موضوع المكسب والخسارة دي أنا ما بحبش أحطها ك ك ك ك ك كمعيار، لكن زي ما قالوا الشباب قعدتهم مع بعض وطرحهم للموضوع ومحاولتهم قراءتهم وإنهم ينتجوا منتج، البحث عادة ممكن واحد ولا اتنين يشتركوا فيه. إحنا في المسابقات اللي كنا بنقولها دي بنقول إن في أولاً حاجة اسمها الحقيقة أو الفيزيكال المشروع، في حاجة تانية اسمها السوشيال رياليتي اللي كنا بنحاول نخلي يكتبوا قصة إزاي دخلوا المسابقة وإيه المشاكل ويتخانقوا مع بعض خناقة ويعملوا الحدوتة بتاعتها، وكنا بنعتبر إن ده عليه 20% من التقييم، لان كان يهمنا بالنسبه للسؤال بقى اللي هو هل في البحث العلمي ممكن تحسب المسابقه كورقه بحثيه؟ ممكن لو ترجمت بمرجعيات وقالوا البروسيس بتاعهم ازاي وقدموه بمفاهيم البحث العلمي يبقى بحث علمي. انا عندي فيه كنت قبل كده مسابقه في سوهاج خليتها بحث علمي وخدت بتاع، بس رجعت للمرجعيه بطريقه التفكير ومنهجيه التفكير وحولت البروسيس ازاي. هل هتقبل طبقا لمعايير الماجستير والدكتوراه في مصر؟ انا بره مصر عارف يعني ان ده بيحصل. هل في معايير الماجستير؟ لا، هو في معايير ممكن يعتبرها احد الكيس ستادز. يعني هو النهارده كذا حد سالني النهارده بيقول لي، بقول له انت النهارده حتى ممكن كل المشروعات اللي حصلت في الهرم الاخضر وهم 21 مشروع ممكن الطلبه تيجي تدرسها وتتدرسها وتبقى جوه الكيس ستادز بتاعته. وفي اكتر من طالب انا عندي حتى في الجامعه البريطانيه في الديزرتيشن بتاعتهم كنت بقول لهم المشروع الواحد ده انت ممكن تاخد كل المباني دي وتناقش في الجزء بتاع الثيرمال كومفورت، ممكن تاخد المباني دي وتدرس من ناحيه الموقع، ممكن يعني الهرم الاخضر ما هو 7 ايتمز 7 معايير وكل معيار اتاخد بطريقه، زائد ازاي الكلام ده يبقى في الحجم بيختلف والواقع بيختلف والموقع بيختلف والتناول اختلف، فده ممكن يبقى دراسات. فيمكن طبعا مخرجات المسابقات يعاد صياغتها في اوراق بحثيه، ويمكن ان يستفاد في المسابقات والجزء اللي بيطلع من دراسات رسائل وماجستير وجدت علشان بتدي له الالاينمنت بتفتح له المدرسه. فهي عمليه تكامليه الاثنين ضمن عمليات التعليم والبحث العلمي والدراسات اللي العالم كله بيعملوه. ناسا مره ثانيه بتحط الكلام ده في داتا بانك بقى، ناس بتقعد تكمل عليه عشان بعد 100 سنة لما يطلعوا هيندثر أسامي ناس كتير، بس التجربة الإنسانية المتكاملة هي اللي ممكن تضمن الاستدامة في المريخ. في سؤال من المهندس وائل الكفراوي وأنا هوجهه للمهندس محمد زكي، هل يوجد في مصر مراكز إعداد المهندسين أو الطلبة لدخول مثل هذه المسابقات؟ هل يتم إعدادكم لهذه المسابقات في المراكز أو حتى أو هل متاح؟ هو مش متاح بحاجه رسميه يعني، بس يعني بيحصل زي دكتور احمد راشد مثلا بيلقي اننا عايزين نعمل مسابقه فبنعمل ندوه فبنتجمع فبنحكي فبنوصل لفكره ونبدا نشتغل، وتبقى حاجه فرديه. لا يوجد مراكز رسميه يعني ولا يوجد منهجيه لصناعه المتسابق يعني؟ لا مفيش. لا على حسب يعني، بتبقى على حسب المكان اللي في الجامعه يعني، مثلا لو في على حسب المؤسسه الجامعيه يعني، مثلا اذا حضرتك كنت بتشجعنا ان مثلا نبدا نشتغل. سيبك من حضرتك بقى، خلاص من تجربتك. تمام. الباشمهندس يزن محادين من الاردن، اتفضل يا باشمهندس. وبعديه حد انا مش عارف اسمه، هو ظهر اسم الموبايل اتش 1، اتفضل يا باشمهندس يزن. مهندس يزن، مهندس يزن، انتوا سامعيني يا دكتور احمد ولا لا؟ انا سامعك كويس. طب اللي رافعين ايديهم باشمهندس يزن والباشمهندس وحد النيم بتاعه باشمهندس يزن، تقدر تتكلم المايك مفتوح. طب اتش 1 اللي رافع ايده يزن، منتظرك.
انا أيوة. مش عارفه الحقيقه مين اتش 1 اللي رافع ايده، انا رافع ايديا مش ايوه اتش 1 حضرتك عرفي نفسك وباين باسم الموبايل. اه اهلا وسهلا، انا بشكركم جميعا، انا اسمي الدكتوره احسان عمر. انا دكتور احسان اهلا وسهلا، طبعا لي صوتك يا دكتور احسان اتفضلي يا فندم. اهلا بحضرتك. انا دكتوره، انا خلصت الدكتوراه بتاعتي من جامعه بوليتكنيكو دي ميلانو في 2019، وحاليا شغاله مدرس مساعد في جامعه عين شمس. بشكركم جدا على المناقشه، على المسابقات، وحابه اعلق الحقيقه، هو تعليق وهو رد كمان على السؤال اللي فات. بالنسبة لتأهيل الطلبة للمسابقات، أنا شايفة إن في اقتراح ممكن يكون على مستوى الجامعة، يعني ممكن إن إحنا نأهل الطلبة للمسابقات عن طريق إن إحنا يعني يكون في مجموعة من المشاكل، وبعدين يتم حل المشاكل دي عن طريق إن إحنا هنعمل في ديزاين في كل سنة هنحل مشكلة معينة، ونطرح المشاريع دي. يعني نقول مثلا سنة أولى وسنة تانية وسنة تالتة هياخدوا المشاريع الفلانية، ونطلع الموضوع على أساس إن هو كأنه تأهيل للمسابقات، تأهيل للطلبة إن هم يفكروا في مشاكل موجودة وإن هم يبدأوا يحلوها. فإحنا ممكن نبدأ نحل المشاكل اللي بتواجهنا في البلد، أو مشاكل موجودة في أي مناطق، عن طريق إن إحنا ندخل الطلبة في المشاكل دي في الواقع من خلال مشاريعهم. الحاجة التانية إن أنا شايفة طبعاً الخروج دي فكرة مهمة جداً، فكرة إن إحنا نخرج ونفكر بره الصندوق ونطلع بره القاهرة ونطلع نفكر في الصحراء. بس أنا شايفة إن كمان في حل مهم جداً لازم ناخده في اعتبارنا في المسابقات، إن يكون في بنتكلم على المباني القائمة وحل المشاكل القائمة اللي إحنا موجودين فيها. يعني إن أنا أطلع من المكان ده حل، بس هو مش كل الحل، لان انا في الاخر انا مرتبط برضو بالمكان ده، ومش كل الناس هتقدر تطلع، وبالتالي لازم اعتقد يعني لازم يكون في مسابقات بتتكلم على المباني القائمه، وازاي ان احنا نقدر نعدل المباني القائمه دي، وازاي ان احنا نقدر نعيد الجمال لبعض المناطق اللي هي جميله فعلا، لكن للاسف بقت في مشاكل متراكمه فيها، وبقى عندنا مشكله كبيره جدا، بقت مشكله صغيره لكن مشكله يعني تفاقمت مع الوقت، لان احنا اهملنا المشكله. و بس يعني هي الفكرة ان احنا بنتكلم على الوضع القائم كمان، مش انا بس بطلع بره القاهرة وبتكلم على الصحراء، وخاصة ان طبعا الموضوع ده مطروح بره في اوروبا بشكل كبير جدا، ان هما بيتكلموا على الادابتيشن للبلت انفايرمنت. فانا شايفة ان دي نقطة مهمة جدا، لازم نشرك الطلبة ان انا ازاي اصلح الواقع اللي انا فيه. شكرا. اشكرك دكتور احسان. باشمهندس يزن سمعني كده؟ دكتور احمد كويس اتفضل. سامعيني؟ اتفضل باشمهندس يزن محدين من الاردن، اتفضل. اول شيء تحياتي لاستاذنا ومعلمنا الدكتور احمد راشد، وقامه يعني علميه وفكريه، وتحياتي لكل الناس في مصر، لانه انا ما بنسى فضل مصر وجامعه القاهره طبعا بعد ربنا في اني تخرجت منها وصقلت شخصيتي المعماريه. انا بس حاب اعطي شويه تعليقات عن المسابقات. انا شاركت عدد من المسابقات انا وزملائي لي اخر 10 سنين، وزي ما حكى الدكتور احمد راشد انه القصه مش انه في هزيمه او انك تهزم في مسابقه او انك تفوز في مسابقه، لانه انت لك الشرف انك انت دخلت في مسابقه اولا، و كمية الأفكار والقصة أو الإكسبيرينس اللي كسبتها أنت وزملائك في هالشهر شهرين، أو أنك كنت مثلاً، أنا دائماً بحكي لطلابي والمهندسين اليوم خصوصاً مهندسين ومهندسات اللي بتخرجوا ما بيلاقوا شغل أو ما بيلاقوا عمل، لأنه في كمية يعني الخريجين في الوطن العربي كبيرة، فدائماً أنا أنصحهم أنهم دائماً يشوفوا المسابقات اللي طبعاً accredited، إن كانت في الـ ASLA في الـ AIA، إن كان لوكال إن كان ريجينال، لأنه أنت في الأردن، وأنا وكنت بحكيها كمان لطلابنا وفي في 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 وقت الكورونا، إنه أنت في الأردن ممكن تسافر لأي مكان في العالم من خلال المسابقات وتشوف الداتا اللي موجودة. أنت ممكن تكون في الأردن أو في مصر تروح في مسابقة في البرازيل في أي مكان. وزي ما حكى هو الواحد مش إنه إذا خسر، بيسألوني كتير طب أنت افرض خسرت في هاي المسابقة، ومين قال انه انا بخسر في مسابقات؟
انا يمكن ما حصلت نمبر 1 2 3 ل 10، بس الفكره او للمشروع او القصه اللي انا دخلت خلالها مع زملائي كلهم كانت فكره قويه وممتازه، حتى ان كنت في الشركه تبعتي. انا بالنسبه لي حاب اتشكركم كثير على المجهود اللي عملتوه اليوم وعلى الكلام الطيب، اكيد دكتورنا احمد راشد وزملائي المهندسين والدكاتره والدكتور احمد هارون، وانا مبسوط انكم خليتوني يعني اتحتوا لي الفرصه. معلش الميكروفون كان مش معمول له يعني اكسبت، والله يعطيكم العافيه جميعا. تحياتي لكم من الاردن وكل عام وانتم بخير. احنا عندنا موعد في ورشه عمل قادمه، بس نتمنى السيشن الجاي برضو في مسابقات الطلاب تعرض تجربتك يعني. ان شاء الله ان شاء الله انا جاهز. اي عمل بتاع بيمي اريبيا واركس بيس هيتواصل مع حضرتك، واحنا خدنا منك وعد على الهواء يعني. تمام اكيد اكيد وعد وعد الحر ديم. تمام هنجاوب على هنطرح اسئله، ثم استاذتنا الدكتوره زينب فيصل مجموعه اسئله مكتوبه على الشات. في مصر كانت معايير التقييم دي دكتور ياسر جاوب عليها. دكتورة هيام، لماذا لا يوجد دعاء من الهيئات الحكومية أو الشركات الاستثمارية لتمويل وتشجيع طلبة الجامعات للتقدم للمسابقات؟ الحمد لله دكتور هيام، في مبادرات وبدأها دكتور أحمد راشد، وفي مسابقات بتطرح من هيئات ومؤسسات للمشاريع الاستثمارية أو للمكاتب الهندسية المحترفة، لكن تجربة الهرم الأخضر كانت مؤسسة حكومية بتتكامل مع مؤسسة داخل جامعة، وطرحوا ما اظن دكتور احمد راشد كان في مؤسسات تانية عملت كده يعني. بص انا عايز اوضح لك ان طبعا بداية انا عايز احيي يزن واستاذ الدكتور كامل الدين، يعني ده بداية معلش. طبعا اول حاجة. الحاجة التانية انا عايز اقول برضو بالنسبة للدكتورة، موضوع الاهلي والزمالك الوادي ولا الصحراء كلها متاحة يعني، في الاخر هي مصر، فمش يعني ايه زي ما ده موجود زي ما ده موجود، وممكن يكون جهاز التنسيق الحضاري او في حاجات بتعمل مشاكل فعليه واقعيه في مصر، بتختار شارع بتعمله ابجريد وكل الكلام ده. فاللي عايز اقوله ايه، لان المساحه مفتاحه، احنا في الاخر الفريق القومي بنفكر في افكار لمصر كلها. الحاجه الثالثه ان موضوع برضو انك تختار لاين وتختار جوائز، يعني انا هقول لكم بصراحه من اصعب الامور اللي ممكن تتخيلوها، عشان ممكن الناس تتصور ان الجامعه عندي توفر جوائز، الجامعه عندي ما بتوفرش جوائز، الجامعه بتتيح ليا ان اتعاون واطرح الفكره، وبدياني البلاتفورم ان انا اتعامل بشيء محترم مع جهات اخرى. وحتى الدكتور فاروق باز احنا اتفقنا ان احنا هنحاول، هيتعدانا زمن الممر التنميه والتعميل، ولكن هنحاول نحطه في سايكلز بان احنا نوفر المعلومه ونعد البشر بتاعتي. لكن الجزء المهم انت عشان توفر جائزه، يعني ممكن تبقى تعرف الدكتور ايمن عاشور انا اروح اطلب منه جايزه، الدكتور تطوير مثلا، يعني كنت بروح لدكاتره في السوق بقول لهم كان ده واجب ليكم قدام المجتمع، حاولوا تدخلوا لفكر جديد انطلاقه جديده، وكنت باخد الجوائز من زملاء اعزاء في مكاتب كانوا بيؤمنوا بالفكره اللي احنا بنقولها وبيساعدونا في الجوائز. فاللي عايز اقوله برضو الفكرة دايماً بيبقى فيه أمور كتيرة مرتبطة بالجائزة، مرتبطة بالتوقيت، مرتبطة بالموضوع، مرتبطة بإنت الأيديلز بتاعتك، مرتبطة بالطلاب في توقيتهم يتقبلوها ولا لا، مرتبطة بأحداث بتمر فيك في البلد، ففي أمور كتيرة بتدخل في المسابقة. لكن ممكن في شركة معينة تبقى عايزة هي مبنى معين محدد، ليه الموضوع ده بيبقى خلاص مهدف، عندها جائزها، عايزة الأفكار بتاعتها، عايزة المردود بتاعها. فبرضو هنرجع تاني نقول موضوع العلم والبحث العلمي ما هوش امر ميسر وكل بيتقبله قدام الواقعيه اللي بتزحف. يعني النهارده كتير جدا هيبقى النهارده هتيجي تقول له عايزين نعمل مسابقه ونعمل كده والكورونا موجوده بالوضوح بتاعها، ممكن ما حدش يتقبل فيها، وممكن يكون العكس احنا ما نقدرش نعرف. فاللي انا عايز اقوله ايه، كل مسابقه بيبقى ليها ظروفها لا تمنع ولا تحد من افكار اخرى متوازيه الساحه تتقبلها، لان مصر الحمد لله غنية بمشاكلها، مثقلة بمشاكلها، وعندها بسم الله الرحمن الرحيم طاقات محتاجة تنطلق. فنخلي فكر المسابقات اللي العالم كله بيتبعه، أنا بدأت قلت لكم أن وزارة النقل في أمريكا ما فيش شارع
بتبقى عايزة تطوره سواء فدرالي أو سواء داخل ستيت أو سواء داخل مدينة إلا بتطرحه البوري. عشان كده قلت في الأول لو تلاحظوا مسابقات وسيناريوهات، ما هيش حلول، سيناريوهات. فيلم من سيناريوهات تتطلب إنك تستكمل ممكن من سيناريو يتكمل مع آخر عشان توصل للحل، لكن الحل يبقى أنا خلاص خدت الفكرة بتاعتي وانتهت على كده. لا، أنا النهاردة حطيت أفكار وحطيت حلول، التقنية ممكن تخليني النهاردة أعظم من الحل بتاعي بعد سنة ولا اتنين، يبقى السيناريو ساعد إنك أنت تجدده. الأستاذ الدكتور زينب فيصل ربنا يكرمك يا دكتور أحمد. طبعا يعني أنا مش عايزة أرحب بحد وأنسى حد، بس يعني بشكر حضراتكم جميعا. استمتعت جدا يا دكتور أحمد بالعرض اللي حضرتك قدمته، تعقيب دكتور ياسر وتعقيب المعماري يزن محادين. سلامنا للجميع وشكرا لحضراتكم جميعا. أنا بس عايزة أعقب تعقيب بسيط، إن موضوع المسابقات الحقيقة يمكن كان أول حد يحفزني الحقيقة إن إحنا إزاي نبدأ نشغل الطلبة في موضوع المسابقات ده. لازم أعترف إنه يعني دكتور أحمد هارون كان لسه جاي من الصين في أجازة وما كانش رسمي لسه موجود في الـ MTI، كان في أجازة يعني، وقال لي في مسابقة في الأسلة ونشغل الطلبة ونشجعهم يشتركوا كده. وأنا بصراحة كنت بفكر بشكل مختلف، قلت له لأ، يعني هم عندهم شغل كتير جداً ومحدش هيتحمس، وفوجئنا أن الطلبة تحمسوا جداً، ويمكن الكلام ده كان من 10 سنين فاتوا مثلاً. التجربة كانت بصراحة بالنسبة لي أنا كانت أول مرة أشتغل مع طلبة في مسابقة، واكتشفت إحنا قد إيه خسرنا كتير إن إحنا ما عندناش، ودي بقى البوينت اللي أنا عايزة أتكلم فيها، إن إحنا عندنا ثلاث حاجات عايزين نشتغل عليهم. أول حاجة إنه يبقى في عندي زي بنك للمسابقات اللي إحنا محتاجين نطرحها طبقاً للمشاكل اللي بنعاني منها أو المشاريع اللي الدولة هتشتغل فيها أو يبقى عندي مجموعة من المسابقات اللي ممكن يتم طرحها، ويتم توظيف ده في إن إحنا في الجامعات بتاعتنا يبقى في زي، أتمنى لو إحنا يعني تسمح بحاجة زي كده، يبقى في مقرر من المقررات الحافز. بما إن زي ما دكتور أحمد راشد بيقول فكرة إن إحنا نلاقي حافز مادي دي أحياناً كتير جداً بتبقى صعبة، فالحافز الآخر للطلبة بيبقى هو الدرجات. فلو أنا عارفة إن أنا لما هدخل المسابقة دي في كورس معين هيبقى الهدف منه مسابقات، فبالتالي الطالب عارف إنه هيكافئ على ده بأنه ده كورس هو مطلوب منه يعمل ده. وبالتالي أنا شايفة أنه الكلية محتاجة أن في اللوائح بتاعتنا تبقى مادة كده كل سنة الكورس ده هو مسابقات. بيختلف السكيل طبعاً بتاع المسابقة طبقاً ليه ده طالب في أنهي سنة من سنوات العمارة. ليه؟ لأن زي ما سواء باشمهندسة آية أو باشمهندس محمد أو باشمهندسة دارين يعني ما شاء الله كلهم يعني قد إيه كانوا بيعملوا جهد مشرف، اتعلموا وورونا زي اتعلموا قد إيه من المسابقات. فالطلبة مهما تعلموا من الكورسات اللي احنا بنديها لهم، التعلم من المسابقات بيتعلموا مهارات كتير جداً. فلو تم وضع منهج لإدارة الموضوع بإن يبقى فيه كورس كل سنة من سنوات العمارة، الكورس ده اسمه كده competitions أو according للهدف من الكورس ده إيه، والمسابقات دي يتم الإعلان عنها في توقيت معين بما يخدم بقى خطة الدولة والحاجات اللي احنا محتاجينها وفي خلال ده بقى حتى لو ما فيش يعني جهة معينة بتؤهل الطلبة، زي ما بيبقى في الكورسات الديزاين إن الطالب بيحاول يبحث عن الحاجات اللي هتؤهله لده. فكرة بقى المسابقة أكسب أو مكسبش برضو، ونفس الرد اللي كان دكتور أحمد بيتكلم فيه، فكرة إن طب المسابقة دي لو أنا خلاص أنا بعد ما اتخرجت أقدر أوظف الكلام ده إزاي، إنه فكرة المنهجية اللي تم وضعها علشان أمشي في المسابقة دي هي وتوثيق المسابقة ده ممكن يبقى بحث.
احد الابحاث واشتغلنا في او يعني تم عرض ابحاث علينا كان موضوعها كده. ففكره ازاي يتم الاستفاده من المسابقه في استفاده كبيره جدا. فكره ازاي يبقى الموضوع محطوط له منهجيه سواء اداره الموضوع سواء ازاي الجامعه تشجع ده ازاي منهجيه اداره الموضوع اللجان نفسها يتم وضعها ازاي. اعتقد ده كله محتاج يتاخد في الاعتبار عشان موضوع المسابقات يتم الاستفاده منه على اكمل وجه. بشكر حضرتك يا دكتور أحمد وبشكر جميع الحضور. أشكرك يا دكتور زينب، ويعني من باب الجمالة والصداقة يعني ومعرفتي بحضرتك أنت من صناع القرارات، يعني دلوقتي حضرتك من صناع اللوائح والمشاركين في إعداد لوائح لأكثر من قسم عمارة تحت إدارة حضرتك ما بين دراسات عليا. أنا مش عايزة مش عايزة أقول التجربة يا دكتور أحمد ان في بنها للاسف احنا لما بدانا يعني انا كنت بصراحه يعني ويمكن حضرتك كنت عارف ومعاصر لهذا الموضوع وانا بشتغل في دكتور على علمي ان في لوائح قادمه للدراسات العليا ولوائح قادمه لتطوير الكريدت. ايوه بس يا فندم في الاندر جراد لما جينا نشتغل في اللائحه بتاعه بنها وربنا يديله الصحه دكتور مراد عبد القادر، يعني انا فاكره ساعتها كنت كل شويه اكلمه طب يا دكتور ما ينفعش نغير كذا، يعني للاسف في لجنه القطاع يعني في حاجات كتير بتقيدنا واحنا بنحط اللوائح. فانا شخصيا ده مجرد عرض، يعني انا شايفه ان من التوصيات المهمه جدا اللي احنا نازل نقولها انه تبقى لجنه القطاع الهندسي تبقى في مرونه اكتر في اللوائح، وده لازم يبقى قرار من فوق احنا، يبقى في بنك المسابقات اللي احنا قلنا عليه ده برضو هيبقى قرار ليه علاقه بالجهات المنوطة بهذا، انه كل المشاريع بدل ما احنا بالعكس ده احنا حتى هنشغل فيها الطلبة ويعني هيبقى الصرف على المشاريع دي اقل، يعني طبعا هو المشروع اللي هيطلع من الطالب مش هقدر انفذه مش هيبقى بنفس الدقة اللي اقدر انفذه بيها على هذا المستوى، بس هيبقى انجز جزء من الموضوع ونقدر نكمل عليه، وزي ما حضرتك عارف ده موجود في بلاد كتير جدا حوالين العالم يعني. تمام اشكرك يا دكتور وهناخد يعني في سؤال على الشات وبعدين المهندس عادل توفيق وهناخد سؤالين لان احنا ان شاء الله هنختم الساعه 11 بتوقيت القاهره وهننتقل يعني هناخد سؤالين غير باشمهندس عادل وان شاء الله الاسبوع القادم هنكمل سيشن الندوه الجديده بنفس الموضوع والاساتذه الحضور المتحدثين هيبقوا موجودين بالإضافة للمتحدثين آخرين. تمام عشان برضو نمانج التايم. الدكتورة شيماء عاشور بتسأل بتقول هل يا جماعة تم طرح ثانية واحدة أطلع السؤال بالنص عشان هل تم طرح مسابقات تضمن حلول لمشاكل البناء السكنية في مصر من الناحية البيئية والزيادة السكانية؟ أنا أظن أن وزارة الإسكان طرحت زمان كذا مسابقة وبس بتطرحها مش على مستوى الجامعات، بتطرحها على مستوى المكاتب وفي مشروعات كتير بتطرح، ولكن الفكرة ان هي تنتقل الموضوع للبحث العلمي وزي ما استاذتنا دكتور زينب قالت احنا انا كنت عايش في الصين الدولة كلها كل افكارها كل اللي هي عايزاه بتنزله للجامعات والجامعات بتترجمه يا اما مسابقات يا اما بتترجمه لأبحاث ماجستير ودكتوراه، وبحيث إن الطاقة المعطلة في الشباب والمشروعات بدل ما نحطها بعد كده نيجي إحنا في كل سنة في بداية السنة نجيب العمال في المكاتب بتاعتنا في أقسام العمارة يشيلوا لوحات الطلبة ويركنوها وكده، لا الدولة بتستفيد بهذه الطاقة المعطلة وده جزء من نهضة الصين. المهندس عادل توفيق وبعده دكتور إسماعيل دكتور اسماعيل. تمام اتفضل باشمهندس عادل. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. اتفضل الو المهندس احمد هيتكلم الاول. الدكتور احمد لا اتفضل حضرتك. اتفضل حضرتك. اولا بنشكر الدكتور احمد على هذه المحاضره وعلى هذه الكوكبه، بنشكر الكوكبه من الساده الافاضل المعماريين، وكمان بحيي المهندس الدكتور احمد على التيم من الشباب اللي كونه
والفيديو الرائع قوي اللي هو كان في قدمه في بداية المحاضرة في دقيقتين. وبصراحة أنا لاحظت في الحلول المقترحة في الشرائح اللي هم عرضوها حلول فعلا الدولة أخذت بيها، يعني الدولة في مجال التعليم ومجال الإسكان ومجال المية ومية الشرب. أنا لاحظت من مجرد الشرائح اللي هم عرضوها كان لهم رؤية والحمد لله متوافقة مع رؤية مصر 2052. يمكن أنا حطيت لحضراتكم على الشات رابط لملف فيديو، ملف بي دي اف كبير بيعرض رؤية مصر 2052 اللي كانت وزارة التخطيط، هيئة التخطيط العمراني اشتغلت فيه من سنة 2009 وخلص 2012، يعني كانوا بادئين فيه من قبل الثورة وخلص 2012 بداية 2013. وفعلا اللي مصر ماشي عليه دلوقتي هو نفس المخطط ده تيبيكال بالحرف يعني. ويمكن كانت بداياته برضو موضوع مسابقات، يمكن يعني برضو نفس فكر الدكتور أحمد اللي بنشكر عليه، ده فكر سابق العصر والحمد لله، ان فكرة المسابقات بيتولد عندها رؤى بتمشي عليها الدول لعشرات السنين من زي ما شو. وانا بقترح على حضراتكم ياريت نعمل سيشن يعني او مؤتمر يوم كامل على رؤية مصر 2052 وما تم تنفيذه منها من مشروعات، واللي انا كنت شرفت بيها انا يعني اسف ان انا ما عرفتش نفسي في البداية، مهندس عادل توفيق رئيس قطاع ومساعد عضو مجلس الإدارة بشركة المقاولون العرب. الحمد لله شرفت بالاشتراك في تنفيذ مشروعات قومية كبرى كانت ضمن خطة مصر او رؤية مصر في 2052، ولمست هذه المشروعات عن قرب. يعني يمكن حضرت تطوير العشوائيات، حضرت مشروعات تحليل مياه البحر، حضرت جزء من انفاق قناة السويس وتنمية منطقة شرق التفريعة ومحور قناة السويس، حضرت جزء من محاور الطرق والكباري. فالحمد لله يعني لمسنا هذه المشروعات عن قرب، ومن الممكن يعني ان احنا نشارك نوضح بعض هذه المشروعات للناس، اللي في ناس كتير مش عارفة يعني ما عندهاش الخلفية أو معلومة ما هو الجهد اللي بذل عشان المشروعات دي تطلع على سطح الأرض، وما هي التحديات اللي احنا تغلبنا عليها عشان المشروعات دي تتنفذ. فمعلش ده كان تعليق وطلب ان احنا نخصص سيشن عن رؤية مصر 2052 وكيف ان هي استهدفت تزود المساحة العمرانية اللي البلد عايشة فيها من مئات السنين على 7% من الوادي إلى 14%. إزاي إن البلد استهدفت تعمل 14 مدينة ذكية جديدة، إزاي إن البلد عملت يمكن أكثر من 5000 كيلو طرق جديدة، إزاي البلد قدرت تعمل في الفترة الصغيرة دي 707 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وهكذا. يعني كل ده ممكن نتكلم عنه في سيشن مخصوص، ويتحط المشروعات اللي كان فيها تحديات كبيرة جدا وإزاي قدر المهندس المصري يتغلب عليها وينفذها بأقل ما يمكن من التكاليف. يمكن الناس اللي هي مش متخيلة أن مشروع ممكن يتكلف 2 مليار لو تنفذ بالطريقة العادية بتفكير خارج الصندوق، ممكن تنفذ بربع هذه التكلفة. والمشاريع دي تنفذت بالفعل، وممكن ايه نلقي الضوء عليها لزمايلنا شباب المهندسين، ويمكن الفيديو ده بيتعرض على كل الناس بعد كده. نفسي ان هو ينشر بحيث كل المهتمين بهذا الموضوع سواء مهندسين او اقتصاديين او محاسبين، اي كل فئات الشعب انها تطلع على هذه المعلومات يعني. وبشكركم على حسن استماعكم واسف على الاطاله. لا نشكرك يا باشمهندس عادل، وان شاء الله نحاول نعمل سيشن بخصوص الموضوع، ونتمنى عندكم الشركه بقى طبعا مسابقات للطلاب، يعني انتوا شركه رائده وكبيره ويعني ايه وتقدروا ترعوا نفس الوقت هتستفيدوا بان انتوا هتاخدوا مهندسين مؤهلين جاهزين في الشركه يعني، تمام للشباب الصغير.
يا فندم الشركة بتستهدف يا فندم كل سنة تدريب ممنهج رسمي لطلبة كلية الهندسة من جميع الثانويات. جميع الجامعات طبعاً معروفة جميع الجامعات والثانويات يعني يمكن أنا يمكن من 34 سنة اتدربت في الشركة دي في أولى مدني وثانية مدني وثالثة مدني والحمد لله بعد التخرج برضو والتعيين في الشركة في دورات تدريبية لكل مهندس في كل التخصصات يعني. وإحنا عندنا معهد مخصص للتدريب. والله إحنا عايزين ننتقل بقى لفكر المسابقات بقى. ننتقل للفكر اللي هو المشروعات. إحنا تحت عمرتكم في عمل بروتوكول مع أي جهة حضراتكم تشرفونا ويتعمل بروتوكول. هو ومركز فرو الباز موجود اهو. هم أصلاً إحنا أصلاً الدكتور محمد يوسف أصلاً زميل وصديق. وهو كان من أحضر يشارك معنا سواء في التحكيم أو وقبليها كمان كان المهندس إبراهيم محلب هو اللي دعم لينا في مسابقة الخروج في احنا متكاملين مع المقاولين الدكتور محمد يوسف اللي هو كان وزير التعليم الفني السابق وله رؤية طبعا زي ما حضرتك عارفه يعني متطورة وهو ممكن متعاون في هذا المجال. عندي طلبات أسئلة كتير كتير. عندي الدكتور إسماعيل وبعده دكتورة مي وهبة وبعده دكتورة ريهام دسوقي رئيس قسم العمارة في بني سويف الزميلة العزيزة. عايزين ننقل الدائرة دكتور ريهام فنبدأ الأول بدكتور إسماعيل اتفضل حضرتك. السلام عليكم دكتور إسماعيل الدعور أستاذ مساعد بجامعة فلسطين من غزة. أنا سعيد جداً أنه أنا سمعت الميتنج الموجود وكنت حابب أعلق بس على شغلتين أنه الحاجة الأولى أهم حاجة في اللي عايز يشارك المسابقة أنه يكون صبور ويكون عنده نفس طويل لأنه المسابقات مش زي ما حكوا الزملاء الأفاضل السابقين أنه مش الدافع الأساسي أنك تكون فعلياً تربح أول مرة أو تاني مرة أو ثالث مرة. الشيء المهم أيضاً عملية التحفيز يعني أنا كمستاذ جامعي في جامعة فلسطين مهم جداً أنه نحفز طلابي في السنوات الأخيرة المستوى الرابع والخامس كلية الهندسة أنه دائماً أنا أحفزهم أنه حط في عينك أنه أنت صاد عينك أنه أنت تكسب المسابقة دي أو تكسب المشروع التخرج ده بحيث أنه يكون أفضل مشروع تخرج موجود في على مستوى الكلية على مستوى الجامعات عندنا في فلسطين. طبعا انا لي تجربه في جامعه القاهره انا خريج ماجستير ودكتوراه من جامعه القاهره كان الدكتور الفاضل الدكتور محمد مهدي دائما يقول لي انت لازم تاخذ جائزه لازم تاخذ افضل جائزه موجوده في العام والحمد لله بفضل ربنا انه اخذت افضل بحث دكتوراه في عام 2016 في جامعه القاهره ده من موضوع التحفيز وبالتالي محتاجين دائماً إنه إحنا نحفز الشباب المهندسين الناس اللي عايزة تتقدم لمسابقات الموضوع مش موضوع مادي بقدر إنه أنت تستفيد كمتقدم لهذه المسابقة بأجود العلوم إنك أنت تشوف حاجة جديدة قدامك حاجة أنت ما تعلمتهاش قبل كده تستفيد منها وتنقل دي الخبرة وتنقل دي المعلومات اللي أنت حصلت عليها من المسابقة ل المهندسين اللي انت ممكن تشوفهم بعد كده او تعلمهم او تكون محيط بيهم. فأهم حاجة تكون الدافعية من شخص المتقدم والحاجة الثانية عملية التحفيز هدول نقطتين احنا مهمين جدا انه يكونوا لأي شخص عايز انه يتقدم في المسابقات. اشكركم شكر جزيلا انه اتحتوا لي الفرصة بالتعليق على هذا الامر وشكرا للأساتذة الكرام اللي أنا سعيد جدا أن سمعتهم من بداية هذا الميتنج وشكرا. أشكرك دكتور إسماعيل ومنورنا وإن شاء الله يعني تنضم لنا في الجلسة اللي بعد كده إن شاء الله الأسبوع القادم. دكتورة مي وهبة دكتورة مي وهبة دكتورة مي مكتور دكتور مي دكتور مي طيب هناخد دكتور احمد بشكركم على المجهود حضرتك ليكي تعليق على موضوع اللوائح بالنسبه للوائح يعني لجنه القطاع الدنيا مش نظره سوداويه قوي الناس يعني انا ليا تجربه شخصيه ان انا يعني
ساهمت في ان انا عملت اللائحة في جامعة طنطا بنظام ساعات معتمدة. اللائحة دي فيها من المرونة انك من اول سنة في عمارة بنعالج من خلالها مشكلة الجاب اللي ما بين سوق العمل وما بين التعليم المعماري. لجنة القطاع كانت متفهمة، دكتور مراد عبد القادر كان سبورتيف جدا في اللائحة. حتة بقى ان ما عندناش جودة وان الناس مش عارفة يعني بص الدنيا كانت ماشية كويسة جدا واللائحة اشتغلت من 4 سنين. هم حتة ان انا اطور لوائح الحكومة نفسها بتبقى اصعب من ان انا اعمل لائحة ساعات معتمدة في الجامعات الحكومية. يعني ان انا اعمل لائحة ساعات معتمدة ويعتمدوها بتبقى اسرع من ان انا اطور لائحة اوريدي موجودة عندي. فيعني نتفائل، يعني هم لما الامور مشيت والناس كانت مبسوطة من اللائحة وتوافق عليها وجيزت من لجنة القطاع الهندسي، الواحد تفائل ان يعني الدنيا ممكن يبقى فيه نظرة مشرقة شوية لاننا نطور التعليم المعماري بشكل يخلق عندي طالب مبدع. يعني فيعني نتفائل يا جماعه، نتفائل ان شاء الله. ويعني موضوع الكريدت اور بقى نقول للدكتوره زينب تلحق تعمل اللائحه بتاعه بنها في الكريدت اور. يعني فكره الدكتوره زينب دي يعني فكره رائعه بصراحه، يعني انا بحييها عليها. والمفروض ان احنا كلنا كل واحد بقى في مكانه او في مجاله او في جامعته يحاول يشتغل عليها بحيث توصل للجهات العليا، بحيث فعلا يتاخد الموضوع ده بجديه، لان المسابقات فعلا بتفرق بشكل كبير جدا في المهارات اللي الطلبه بتكتسبها من خلال دخولهم في اي مسابقه. تمام، وبشكركم. بشكرك. يعني بشكرك دكتور مي وهبه استاذ مساعد بقسم العماره بجامعه طنطا، دكتوره ريهام دسوقي رئيس قسم العماره بجامعه بني سويف. دكتور ريهام اتفضلي. ايوه السلام عليكم. النقاش الحامي اللي شغال على الشات هو معلش انا في حاله ده هو ده هدف الندوه ان احنا نتبادل ونتشارك، بس عشان مش كل الناس بتتابع الشات فانا قلت النقاش هنا. اتفضلي حضرتك. اهلا بحضرتك. اولا برحب بكل الحضور ودكتور احمد راشد ودكتور ياسر وجميع الناس، يعني طبعا الاصدقاء والزملاء ارك سبيس والبي ام بي اي ام اريبيا. انا بس بتكلم على نقطه برضو، هي في مشكله كبيره جدا بين التعليم المعماري وبين المسابقات. يعني عاوزين نشوف بس يعني معظمنا بيحكم مشاريع تخرج، لما نيجي نشوف تحكيم مشروع التخرج هتلاقي ان مشروع التخرج الحاجات اللي بتتقدم فيه اصعب بكتير من اللي بتتقدم في المسابقات. المشكله ان الطالب احنا بنعلمه من سنه اولى ان هو بيشتغل على حاجات هيوج سكيل. يعني في مرة كان رئيس قسم كان في جامعة روما كنت بتكلم معاه، فكان بيقول لي ازاي انتوا طالبين مشروع مطار ومستشفى، هو احنا اصلا في سنة تالتة عمارة عندنا اللي احنا بنخلي المجتمع المدني والمؤسسات ان هم بينفذوا شاليه او بيت بيصمموا الطالب. فهي في مشكلة كبيرة جدا ان لما بيجي سكيل المسابقة الولاد معظمهم لما بييجوا بيشتركوا فيه، طبعا احنا عندنا مشكله طبعا في الدرجات وفي اللائحه التوقيت بتاع اعلان المسابقه، ان الطلبه تتشجع وتشتغل فيه بيبقى عنده تسليم في حاجات تانية فممكن يبقى مجهوده قليل، اهتمام الاستاف نفسه فبالموضوع ده، فدي مشاكل طبعا عندنا فرعيه. بس في مشكله عندي ان المسابقات فعلا بتبقى الطلبات بتاعتها بتبقى مقياسها وسكيلها لتعليم فكر معماري دولي، انما احنا عندنا هنا تعليم الفكر المعماري يعني لما انا هاجي اطلب من طالب ان هو يعمل مشروع بنفس سكيل المسابقه ويدور على فكره كونسبت بسيط ان هو يشتغل عليه، عندي مشكله في الحكايه دي. يعني انا حاساها ان هي مشكله في تحكيم مشاريع التخرج في الديزاين في كل السنين، ان تقبل الطلاب لحاجه زي كده وبرده تقدم تقبل اعضاء التدريس او المجتمع لشيء زي ده، فكنت حابة أتناقش مع حضراتكم في الموضوع زي كده. أشكرك يا دكتورة، وهنطرح دي في التساؤلات بتاع السيشن الجاي، تساؤلات حضرتك وتساؤلات الزملاء كلها وهنبني عليها. احنا دلوقتي بالترتيب كده هنخلي يعني كلمة للمهندس عمر سليم مؤسس بيم أريبيا، ثم كلمة نختم بيها من كل واحد من المتحدثين طبعا، ومسك الختام استاذنا دكتور احمد راشد عشان ايه يبقى كفايه كده الساعه 11 وربع عشان رمضان. فمهندس عمر سليم
اللي احنا كلنا ضيوف عنده النهارده، ونشكره على الاستضافه الرائعه والمجهود الجميل هو وفريقه. اتفضل يا باشمهندس عمر. السلام عليكم دكتور. انا عايز اعمل شكر دكتور المحاضره جميله جدا، ودكتور احمد راشد اللي دايما بتعلم منه، وحضرتك والدكتوره زينب والمهندس محمد زكي والمهندس ايه والمهندس دارين والدكتور ياسر والناس كلها اللي اتكلمت، ما شاء الله حاجه ممتازه جدا. هو بس تعليق بسيط، ان في ناس كتير دخلوا مسابقات فتره طويله جدا زي الدكتور ده حديد، قعد سنين كتيره بس اول مره بمسابقه، وبعد كده قعدت فتره طويله ما تكسبش، وبعد كده بدا اسمها يتعرف في السوق. ف ما فيش مشكله ان الواحد يدخل مسابقات. يعني اجمل حاجه عجبتني في المحاضره زي ما دكتور احمد راشد قال، وتقريبا كل حضور ركزوا عليها، ان مش مهم الواحد يكسب المسابقه، المهم الواحد يتعاون مع الفريق والواحد يشارك بالمعلومات اللي عنده، وان هو يستفاد بالخبرات وتبادل المعلومات مع الناس. ومن الحاجات الجميله جدا اللي هو الهرم الاخضر او الجرين بيراميدز، لما قريته لقيت في حاجه موجوده مش موجوده في اي كود استدامه على مستوى العالم كله، يعني حتى الليد والبريم وحينها في قطر مثلا الجيساس، في ان هو بيدي نقطتين لو حد استخدم بيم، 3 نقط لو استخدم البيم مع الاستدامه، 4 نقط لو استخدم البيم مع الاستدامه مانجمنت. فدي نقطه حلوه قوي وتشجيعيه، يعني لما قريت الكود مش متاخد كوبي بيست زي بعض الاكواد بتاخد كوبي بيست من الكود البريطاني او الامريكي، لا، في شغل وفي جهد وفي فكر موجود، وفي حاجه ممتازه جدا. وانا بس عندي سؤال، لو في مسابقه معماريه هل ممكن نستعين من نصمم مثلا نستعين بعلماء نفس او دكاتره متخصصين يساهموا في افضل تصميم موجود، ولا المفروض المعماري نفسه يكون عنده المعلومات الكافيه في المجال العلمي نفسه والحاجات دي؟ شكرا. ارد بس في دقيقة، دايما المسابقة تيم وأطراف، بالذات الهرم الأخضر ده عمرك ما هتبقى معماري فقط. المعماري قد يكون مايسترو لكن لازم يبقى عنده تخصصات، وبالتالي الجوانب النفسية والجوانب الاجتماعية والجوانب كده بيبقى في كثير منها بتحتاج بيبقى ليها المتخصصين بتوعها يشاركوا في شيبينج الفكرة. بس أنا عايز دقيقة تانية في الآخر برضه. انا بس احب انبه ان في نهايه السيشن هننزل الفورم او نزل الفورم دلوقتي، وتاني حاجه هنفتح الكاميرات في اخر لحظه عشان ناخد صوره تذكاريه كلنا مع بعض، فاللي عايز يعد نفسه ويفتح الكاميرا ويحب ناخد صوره مع بعض في السيشن ده يشرفنا يعني، وفريق الاعداد بتاع بيم اريبيا هياخد الصوره. بس هندي كلمه دقيقه لكل واحد من ضيوفنا النهارده، ونبدأ بالبشمهندس محمد زكي. اتفضل يا بشمهندس محمد. الحمد لله ان كان في النقاش النهارده كان كويس جدا، واننا عرضنا افكار كتير وبانت اننا عايزين نعمل ايه، يعني رؤيه واضحه اننا عايزين ايه اللي نمشي عليه لمصر، يعني او الرؤيه بتاعتنا. وكنت حابب اضيف لدكتور ريهام موضوع الطلاب والخريجين، يعني احنا السنه عايز احكي تجربه السنه اللي فاتت بتاعتنا، ان شاء الله يبقى فيها لو في يعني دقيقه نعرف نتكلم فيها. اننا عملنا تطوير على منطقه مجرى العيون، فان شاء الله عايزين نبقى نعرض الفكره بتاعتنا فيها. يعني يسعدنا باشمهندس محمد. ان شاء الله باشمهندس دارين اتفضلي. عودا حميدا، انا اتمنى ان النت يكون لا الحمد لله احسن. انا احب اقول بس لكل الطلبه اللي موجودين في الروم، لو في فيها طلبه يا جماعه ما تخافوش، لازم تشاركوا وتجربوا، وما فيهاش حاجه ان احنا نخسر. احنا ياما دخلنا مسابقات، مش كل المسابقات دخلناها وكسبناها، لازم الواحد يجرب ويتعلم يعني تجربوا التجربه بتاعه المسابقه دي حاجه مختلفه تماما عن حتى الجروب ورك بتاع الكليه. يعني لازم الكل يا جماعة بجد يجرب ويخش ويشارك، ومحدش يخاف من المشاركة. وشكرا طبعا لكل الدكاترة وكل الأساتذة الموجودين، بجد اتبسطت جدا باللقاء، يعني مرسي جدا لكل بجد. باشمهندسة آية مليجي اتفضلي. مهندسة آية مليجي اتفضلي. أم
طبعا انا حابه اشكر جدا جدا يعني الحقيقه استفدت جدا جدا النهارده بالكلام الجميل اللي اتقال من كل الناس معانا. وطبعا عايزه اشكر دكتور يزن جدا برضو. والحقيقه بس عايزه اكد على زي ما دارين قالت كده ان فكره المسابقات ودخول المسابقات ممكن في الاول الواحد بيبقى خايف منها شويه وحاسس ان هو لا مش قدها، بس هي فعلا يعني احنا يمكن احنا الثلاثه والجروب اللي كان معانا كلهم اكيد احنا واحنا طلبه قبل ما نخش مسابقات كنا مختلفين تماما. كنا طبعا بنحاول ودايما دايما بنسعى ان احنا نتعلم اكتر وبنشوف حاجات حتى مش في الكليه، بس بعد كده لما دخلنا مسابقات لا اكيد اتغير يعني بقينا احسن من قبليه على طول. يعني الترم اللي دخلنا فيه مسابقات الترم اللي بعده بقينا مختلفين تماما، البرزنتيشن سكيلز بتاعتنا كل حاجه بتاعتنا بقت مختلفه. لما بعد كده دخلنا مسابقات اكتر كل مره بنكسب خبره، شخصياتنا بتبقى مختلفه، تناولنا للمسابقات بعد كده بيبقى مختلف، اكسبيرينس بتاعتنا مختلفه. ويمكن ده حتى كمان دكاترتنا نفسهم قالوا لنا عليه، يعني هم نفسهم اللي بداوا يعلقوا ان مستوانا بيتغير كل مره للاحسن الحمد لله. لما بدانا بعد كده نشتغل او نبدا نتعامل مع ناس بره احنا حسينا بالفرق. يعني يمكن انا ودارين كنا بنتكلم لما رحنا جامعه تانية وتعاملنا وشفنا، لا احنا حسينا الحمد لله المسابقات دي ادت لنا خبره حلوه جدا، حتى لو ما كسبناش مسابقات كتيره بس الخبره حلوه جدا، بتختلف تماما شخصيتك قبل ما تخش حاجه زي كده. لان زي ما كنا بنقول يعني احنا اغلب الابلكيشنز او الحاجات اللي احنا بنستخدمها دلوقتي، ويمكن زكي كمان اكتر واحد يقول لنا معلومه زي كده، الحاجات دي كلها احنا ما اتعلمناهاش عشان في الكليه كنا محتاجينها او علشان احنا كنا عايزين نتعلمها، احنا اتعلمناها عشان دخلنا مسابقه ولقينا ان احنا محتاجين نكون عارفين التول دي ومحتاجين ان احنا نعمل برزنتيشن. شفنا صور، شفنا مسابقات ثانيه، فحسينا ان هو دول بيعملوا حاجه بطريقه معينه، هي دي بتتعمل ازاي، فنبدا ندعبس ونشوف ونتعلم. فلو السلف ستادي ده نفسه ما جاش غير لما دخلنا مسابقات، لان احنا بدانا نشوف شغل ناس حلو قوي فبقينا عايزين نعرف ده بيتعمل ازاي. فاكيد الشخصيه بتتغير جدا، الاكسبيرينس بتاعتك بتتغير جدا، انت بتحس في وسط الناس وهتحس بالاختلاف ده، هتلاقي دكاترتك نفسهم بيقولوا لك ان انت مستواك اتغير، اسلوبك بقى احسن. اكيد احنا دلوقتي مش يعني مش عباقره ولا حاجه، لسه بنتعلم، بس اكيد احنا حاليا غير لما كنا لسه قبل ما نخش مسابقات. وطبعا الجزء المهم جدا ان انت تبقى تو ذا بوينت وعارف انت بتعمل ايه، وزي ما دكاترتنا كلهم قالوا المسابقه ان انت مش داخل تعرض كل حاجه وصور كتير، على قد ما انت داخل تعرف الهدف من المسابقه ايه، مطلوب ايه، خليك تو ذا بوينت واعمل الحاجه المطلوبه بس اعملها صح، يعني هي دي اهم حاجه. وانا بشكركم كلكم جدا جدا، استفدت قوي النهارده الحمد لله من كل حد. اشكرك يا باشمهندسه آية، وانت خير ممثل لينا في المانيا، يعني نتمنى شباب مصر كله يبقى في انتاجك ومجهودك واجتهادك. زي ما قلت كلمه استاذنا دكتور احمد راشد، وبعد اذن حضراتكم نبداوا افتحوا الكاميرات، لان بعد ما خلص دكتور احمد راشد هناخد الصوره الجماعيه ونختم كده، ويبقى مسك الختام دكتور احمد. اتفضل يا استاذنا. طيب انا بس عايز شير سكرين صورتين، ادي الصوره الاولانيه لو بصيتوا هتلاقوا في شباب كانوا في الخروج، الشباب اللي انتوا شايفينهم دول كانوا في اعدادي، اولى اعدادي ثاني اعدادي، وكانوا من المشاركين، ويمكن كانوا اقصى او اهم حاجه في مسابقه الخروج دي، واحده منهم دي الصوره النهارده. الشباب هم دول اللي انتوا شايفينهم دلوقتي، كانوا واخدين في 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 الابتكار السادس الجائزه من جوائز التفوق اللي فيها. انا عايز اقول ان المسابقات عايزه مرحله قد تكون قبل مرحله اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، مرحله الجامعه، انها تكون في مراحل قبل كده بكتير، انها تتربى وتبقى في الثقافه العامه اللي موجوده عندنا كلنا. وهو ده اللي ممكن يبقى جزء عايزين نحط، يعني احنا النهارده اتكلمنا ان هو هل هيجي فجاه في الطالب في سنه اولى وثانيه، طب احنا نتكلم انها تبقى في اللائحه، لا دي عايزه البري سكول. حتى الاطفال الصغيرين دلوقتي في الحضانه بيخلوا افكارهم تيجي مسابقات، في المدارس افكار مسابقات، فلما يجوا في الجامعه يبقى فكر مسابقات. فعشان كده اللي انا عايز اقوله ايه، هي بتبقى البروسيس نوت البرودكت، بس بتبقى واي اوف لايف، وهو ده اللي في الاخر بيخليها ليها مردود. لكن لو هي صدفه قدريه زي ما بدات صدفه قدريه بتنتهي صدفه قدريه. هي دي بس الفكره اللي الواحد كان عايز يقولها في الاخر، وكان يهمني تشوفوا الشباب دول دلوقتي في هندسه حلوان، ولما كانوا بادين فادي وعمر دول
كل سنه بيدخلوا بفكره جديده برؤيه جديده، كانوا في الاي تريبل اي ايام المدارس، والنهارده بقوا بيدخلوا حتى مسابقات في العالم، بقى بالثقه في الموضوع، وكل مره بيبقى عندهم فكره جديده، ما هماش معماريين ولكن عندهم فكر العمران وفكر الارتقاء والبحث العلمي. واشكركم جميعا على صبركم عليا وعلى الصبر للاخر، وان شاء الله نحضر الصوره الجماعيه الجميله دي ونكتمل دايما ان شاء الله في خطوات قادمه. شكرا جزيلا. انا احب اقول لحضراتكم ان اللينك بتاع ارك سبيس وبيم اريبيا هينزل على الشات، ادخلوا على الصفحه وتابعونا، وعشان نرتب الميتنج الجاي وهنتلقى استفساراتكم واسئلتكم. الفيديو اتسجل وهينزل على قناه بيم اريبيا على اليوتيوب، وكان شغال لايف على القناه بتاعت بيم، على القناه بتاعت بيم اريبيا وعلى ارك سبيس، وهينزل ال ريجستريشن فورم عشان المجموعه بس اللي حضرت، اللي هم ال 80 اللي حضروا دلوقتي قدامي، هم اللي هيتعمل لهم ريجستريشن فورم، هم اللي هياخدوا الشهادات، هم اللي حضروا الندوه كامله. تمام. زملاء الاعزاء كلهم نشكركم، واساتذتنا الافاضل نشكركم، ونتمنى السيشن الاسبوع الجاي حضراتكم كلكم تبقوا منوريننا. انا يعني سعيد جدا بالنقاش، وخلال الاسبوع ده او هنتلقى اقتراحاتكم عشان الموضوع نكمله ان شاء الله، واعدادات بقيه المواضيع. وكل سنه وانتم طيبين. بتوع بيم اريبيا بقى هتاخدوا لنا اللقطه الجميله دي، تاخدوها لنا سكرين شوت كده. طبعا انا شايف وجوه مبتسمه، ودي اسعد حاجه يعني، شايف حتى زملاء زي دكتوره شيماء عاشور، الباشمهندس معاذ، يعني ناس في ناس ما شفتهمش بقالي سنين يعني، ودي حاجه تسعدني طبعا، بالاضافه لزمايلنا واساتذتنا يعني. خدنا سكرين شوت يا شباب. طب ازاي الاربع صفحات هيتاخدوا؟ نعم يا فندم، يعني هو في اربع صفحات، هو اربع صفحات يعني، دي مجموعه بس في صفحه يعني. انا مظبط الناس بتاعتها كلها ان شاء الله، كلهم هيطلعوا صفحه خطوه هتتجمع. دكتور احمد مدلل صفحه واحده، كلهم هيطلعوا صفحه ان شاء الله. شباب عفاريت كمبيوتر يعني، ماشي تمام. احنا لسه بنتعلم، انا وحضرتك بقى بقينا اولد فاشل، مش عايز اكبر الباقيين. انا اولد اولد يعني، كلنا عيد يديك الصحه والعافيه. كلنا يا دكتور احمد، كل سنة طيبين، ونتمنى أن نكون استفدنا كلنا، وفي انتظاركم الأسبوع القادم، وكل سنة طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا. مع السلامة. مع السلامة. عليكم السلام. عليكم السلام.